السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعين قناة وتلك أسير رياضيين ما كنتم في هذه التغطية الخاصة لدوري الناشئين تحت 16 سنة لحساب الجولة 13 بإذن الله تعالى. تفاصيل أكثر بعد قليل، ابقوا معنا. معكم بإذن الله تعالى لتغطية الجولة 13 من دوري الناشئين تحت 19 سنة مع الضيوف الكرام ومحلي قناة الكأس الرياضية الكابتن الدكتور حارس محمد. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا أهلا وسهلا كابتن إبراهيم، وأهلا وسهلا جميع السادة المشاهدين الكرام وبالكابتن الكبير كابتن يوسف. يا مرحبا أيضا بالكابتن الكبير كابتن يوسف أحمد، يا مرحبا معنا. يا أهلا وسهلا فيك مشاهدين كرام كابتن حارس. بإذن الله تعالى الجولة 13 من دوري الناشئين تحت 16 سنة مشاهدينا الأعزاء، نتعرف وياكم على بطاقة المباراة الأولى لهذه الجولة. افتتاحية هذه الجولة مواجهة راح تكون بين نادي الرياض ونادي السد، إن شاء الله 34 صفرة البداية على استاد الوكرة. وقبل نخوض في تفاصيل هذه المباراة الأولى دعونا نذكركم بالجولة 12 من هذه البطولة والنتائج وأبرز هذه النتائج في الجولة السابقة وتعقيب بسيط من الكباتن الأعزاء السد ومعيذر. كانت المباراة لصالح السد 3 أهداف مقابل هدفين، تعادل إيجابي بين الغرافة والأهلي 2-0 تحيل أمام فريق مصطلح، وتعادل سلبي بين قطر والوكرة الريان، والعربي أيضا تعادل سلبي للفريقين. كابتن أي تعقيب على نتائج الجولة 12؟ والله يمكن أنه الأهلي كانوا فائزين وضيعوا يعني تعادلوا، لكنهم كانوا متقدمين وتعادلوا بعدين ضيعوا ضرب جزاء في آخر المباراة، يمكن هاي اللي أثرت أيضا، لأنه الأهلي والغرافة اثنينهم بنفس النقاط على المركز الثالث، ولهذا بنتيجة الأهداف الغرافة رابع، وأيضا السد على معيذر فوز يعني بصراحة ممتاز، لأنه فريق معيذر فريق مميز ولعب بإمكانية كبيرة في هذه الجولة. أيضا القطر والوكرة متعادلين، والريان والعربي في آخر الصف وآخر الثلث الأخير. كابتن يوسف، مبارتين انتهت بتعادل سلبي، قطر الوكرة الريان والعربي. بالنسبة أعتقد أن التعادل بالنسبة لقطر والوكرة قطر والوكرة اعتقد كان منصف للفريقين، والعربي مع الريان متعدين. اعتقد ان الفرق هذه هي قراب على بعض لو بتلاحظ، يعني قطر في المركز السادس والوكرة المركز السابع حافظوا على نفس مركزهم بالتساوي النقاط. نفس الشيء بالنسبه للريان والعربي، التعادل ما خدم اي فريقين ان يتقدم خطوه، تم على نفس مراكزهم المركز الثامن والتاسع. اعتقد النتائج كانت كلها اعتقد طبيعيه ومنطقيه ومتوقعه، يعني نعم. بحكم جدول الترتيب العام اللي راح نشوفه وياكم الان مشاهدينا الاعزاء، وبعد انتهاء الجوله 12 الصداره طبعا لصالح نادي دحيل بفارق كبير عن بقيه منافسيه ب 36 نقطه في المركز الاول، النادي السد ب 28 نقطه في المركز الثاني، الاهلي في المركز الثالث 28 نقطه ايضا متعادل بالسد بالنسبه للنقاط فارق الاهداف، الغرافه 23 نقطه في المركز الرابع، معيد المركز الخامس 15 نقطة، وتأتي الأندية تباعا من قطر وكرة الريان طرف هذه المواجهة اليوم في مباراتنا الأولى في المركز ما قبل قبل الأخير مرتبة الثامنة مرتبة الثامنة بست نقاط فقط، والمركز التاسع العربي ومصلال المركز الأخير متذيل هذه البطولة الآن في الجولة 13 بأربع نقاط فقط. بطاقة المباراة أو مباراتنا اليوم كابتن راح تكون بين نادي السد ونادي الريان، نادي السد المركز الثاني يعني قادم من انتصار بثلاث أهداف أمام فريق معيذر، يواجه فريق الريان اللي يحتل المركز الثامن اللي فرصته ست نقاط فقط من أصل 12 مواجهة. نعم، يمكن يعني الفروقات واضحة، على الرغم من أنه الناشئين ممكن أنه يحدث كل شيء في داخل المباراة، لكنه الفريق الريان دفاع مفكك، وبالعكس انه فريق السد عنده الامكانيات الكبيره في الناحيه الهجوميه، يعني فريقين متعاكسين بالضبط، فريق قوي وفريق امامه راح يواجه في الناحيه الدفاعيه. السد من الفرق القويه وسجل الاهداف الثالث افضل هجوما، وايضا الدفاع الثاني افضل دفاعا. الريان بالنسبه للمهاجمين يعني بعيدين عن المراكز الاولى، ومتسلل ذيل
البطولة. جدول الدوري يعني من يعني اللاعبين عنده ضعف في الناحية التهديفية في بعض الأحيان كابتن، خصوصا في الناشئين نشوف قوة خط على خط، بمعنى نشوف احنا في فريق عنده خط هجوم قوي ولكن عنده خط دفاعي ضعيف جدا، ولكن الريان لا خطه الهجومي قوي ولا خطه الدفاعي قوي. كابتن يوسف هذا على ضوء هاي هم في المركز هاي الثامن، يعني عند هجوم ضعيف وعنده دفاع قوي دفاع ضعيف. هذاك الغيب جاب هالمطر يعني لو كانت نتائج او منضبطين يعني الناحيتين، لكنه الفريق مشتت من الهجوم الى الدفاع لان عنده ضعف في الناحيه الهجوميه، عدد الاهداف قليله وفي نفس الوقت متقبل اهداف كثيره، بالتالي مركزه 35 هدف كابتن يعني رقم كبير جدا. هو ثاني اضعف خط دفاع بعد مصلال 46 هدف. اكيد يعني اكيد الفريقين هذول علامه استفهام بالنسبه لعدد الاهداف، مع ان الريان كانوا في السنوات السابقه هاي كانوا دائما سواء كان في الناشئين او الشباب متفوقين في المركز الثاني والثالث ينافس ما يطلع من المربع، ولكن اعتقد انه في الناشئين تحت 16 سنه المركز الثامن هذا مش يليق بالنادي. احنا نتكلم على مرحله تاسيسيه، احنا فريق 16 سنه الحين فريق ناشئين يستقبل في 12 جوله 35 هدف، يوم ينتهي الدوري كم رصيد الاهداف؟ انا الحين اللاعب ايش قاعد يتعلم في اللاعب المدافع ايش اللي قاعد يتعلمه في الفريق الحين؟ ابراهيم مرات ما تخليها بس على الدفاع، يعني هي الناحيه الدفاعيه كفريق كامل كفريق كمنظومه يعني هم يعني مفكك، لكنه المشكله الان عند المدرب فريق ريان انه ثلاث خطوط ما منسجمين لا دفاعيا ولا هجوميا، فيحتاج لهم الكثير طبعا. يعني يمكن حتى اكيد المدرب يعرف قدرات الفريق انه حتى يلعب على المرتدات صعب، لان فريق السد افضل ما فيه انه استحواذه كبير وفريق عنده شخصيه، ومثل ما قال الكابتن يعني بهاي الفتره يعني انه صح انه النتائج يمكن 50%، لكن انه اللاعب يتمتع، لكنه الفريق ما منضبط، ما عنده انضباطيه، ما عنده النواحي اللي يقدر يدافع بها، ما عنده شخصيه اللعب. فنتمنى ان شاء الله اليوم بتكون مباراه يعني تليق بالسد، وايضا هي على الورق محسومه كابتن السد. لا كره قدم ما تقدر انت تقول، لانه خاصه في هذا المستوى اي خطا يغير لك واقع الفريق، ممكن الدرجه الاولى وعندهم خبرات يرجع لك، حتى بالشباب مرات يخسر والفريق يدافع ككل. صح كابتن يوسف؟ ايه صحيح، بس لكن الفروقات يعني موجوده طبعا. بالنسبه حتى مثل ما تكلم كابتن عن الفريق كمنظومه دفاعيه، حتى ترى الحارس له دور، ممكن الفريق يكون يعني مستوى زين ولكن حارس ضعيف، ترى يتقبل الاهداف خاصه في الفئه هذه، يعني اذا كان الحارس قصير وضعيف يتقبل اهداف كثيره حتى لو فريق ادى بشكل كبير في اي هجمه او هجمتين. هاي طبعا السد اليوم اعتقد السد مع انضمام مهدي من المعيدر للسد اعتقد انه اعطاه قوه اضافيه اكبر واكثر، انه ممكن اليوم طبعا النتائج والارقام والاحصائيات كلها تدل على انه لصالح السد. تكلمت عن اضافه السد الجديده كابتن مهدي. أكيد مهدي سالم. مهدي نعم سالم هدف الى الان، هدف هذه البطوله 19 هدف. هو ما صار له شهر راح ينتقل من الميدر لهاي، واعتقد هو مكسب لنادي السد ومكسب للمنتخب. اللاعب هذا شفته يلعب اكثر مباراه. وين مركزه مهدي؟ هو يلعب ورا المهاجمين او يلعب في نص هاي، يلعب يقدر يلعب في اي مركز برجله اليسار. اي وين شفته كابتن؟ هو يلعب كابتن منتخب ويلعب ورا المهاجمين، لاعب رقم 44 عنده الحلول يعني عنده الامكانيات، ولهذا انه حتى شخصيته قائد للمنتخب. هو كلام هو كابتن فريق السد هو مع معيذر كان كذا، هل بس يعني مع السد انا ما شفته حتى الان، خلينا نشوف نحكم عليه اليوم. ممكن هل وجود بعض النجوم حواليه ونفسه مثل ما كان في المنتخب يقدر يؤدي بشكل كبير؟ اعتقد انه هو قادر، لانه مع المنتخب ادى، اعتقد انه يقدر يؤدي. انا سالت المدرب يعني كابتن سليم مدرب تونسي ممتاز بصراحه، قال لي لاعب على امكانيات عاليه. نعم. لكنه تعرف مثل ما تكلم حضرتك انه يحتاج عدد مباريات حتى ينسجم مع المنظومه. اكيد اكيد يلعب مع مجموعه يعني مستواها كبير مثل اللاعبين الموجودين في السد او تحيل او الاخره، اعتقد انه هو بيتطور اكثر واكثر خلال التدريبات. اعتقد هو لاعب سباير في نفس الوقت، يعني اغلب تدريباته كابتن، وبعدين الكابتن راح يلعب مع ايقاع عالي. أكيد. راح يزيد بعد أكيد. اكثر يعني أكيد. تعرف فريق لاعب جاي من يمكن مستوى 60-70% يجي مع فريق 90%، اكيد راح يزيد الايقاع. بس انا بشير ان احمد هشام الراوي في الريان رقم 10، ترى هو لاعب، هذا لاعب ممتاز الولد هذا، يعني اخو ابن كابتن هشام. ايوه اخو سام في تحيل، اعتقد هنا شفته يلعب حتى لعب مع الشباب، لعب وايضا لاعب سباير هو بعد. لا اي ودى اضافه يعني ادى اضافه كبيره في الشباب، يعني ونشوف له دور، يعني ان شاء الله المجموعه تساعده، لان لاعب
ضمن المجموعه غير مستوى اقل اعتقد انه بيحصل صعوبه. اعتقد انه هو اللاعب احمد هذا من اللاعبين الممتازين في الريان اللي له مستقبل في المستقبل القريب ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنى التوفيق ايضا. نتمنى لمهدي سالم اليوم ان شاء الله راح نشوفه لاول مره مع فريق السد. هو صار فتره شهر فقط مع الفريق ولكن ان شاء الله اليوم نشوفه ننسجم وتاقلم مع اللعيبه وزملائه الجدد. كابتن نتكلم على سيناريو متوقع في الشوط الاول وطريقه لعب السد في هذه المواجهه امام نادي الرياض. والله تعرف يعني حتى سالت الكابتن سليم المدرب التونسي لفريق السد قال احنا يعني شخصيتنا بالاستحواذ انه الكره تبقى معانا يعني حتى اذا ما قدرنا نخترق انه نحاول نتمتع بالكره انه تندار الكره تدويريه اكبر عدد من اللاعبين ونهاجمهم على الفراغات. فطبعا اكيد فلسفه تحتاج الى هذه النقطه كابتن لابد ان نقف عليها صحيح. يعني هي فلسفه الفريق الاول في السد نشوفها الى الناشئين يعني هسه نفس الشيء احنا يعني الغرافه ماشيين على هذا السيستم من الناشئين الى الشباب وتحتاج فتره طويله الان اذا يتمكن من هاللاعب اكيد تحتاج الى سنوات يعني احنا ما وصلنا هسه على الغرافه بهذا الفريق الاول ما وصلنا الى بعد 4 سنوات هاي السنه الرابعه الان شوي بدنا نقطف الثمار بالنسبه للاعبين الصغار الشباب لاعبين شباب لكنه الان بقاعهم الكبير وبامكانياتهم اكيد يعني نحتاج زمن. بالنسبه لنادي الريان كابتن يوسف. الريان بيعاني اليوم الصراحه اعتقد انه بيعاني يعني كثير في ظل الفريق قوه السد. لو انك مدرب الريان حتى في الملعب انت كابتن شلون طريقه لعبك؟ هو الريان يلعب دائما يلعب 4-3-3 يعني واعتقد انه لازم يغير ما يلعب 4-3-3 يلعب يزيد عدد اللاعبين في الوسط على ضوء على الاقل ممكن يقلل من الهجمات او يوقف الهجمات في نص الملعب. اما اذا كان فريق في 4-3-3 اللي هي طريقه تعتبر هجوميه اكثر من اي هاي اعتقد ان الريان اليوم بيعاني في ظل النجوم الموجودين او العناصر الموجوده في السد وحسب الاحصائيات والارقام الموجوده لدينا اليوم يعني حتى طريقه اللعب مال السد راح تسوي مشكله لفريق الريان لانهم يلعبون 4-3-3 ومرونه تكتيكي بها 4-5-1 يعني يفتحون الملعب على الاطرافين من كابتن السد؟ فريق السد لانه عبد الله عبد القادر المغصيب والقرشي دائما يفتحون على الجوانب المعجبه مهدي السالم اللي هو كابتن الفريق وطلال ايضا يلعبون على الجوانب وينضمون الى الداخل اليوم مكان قبل المباراه كابتن بس يعني من كلامك يوم ذكرت ان التحول من 4-3-3 الى 4-5-1 في الفئه العمريه هذه انا احفظ اللاعب او اخلي اللاعب اركز في تدريبي على اللاعب على الجانب التكتيكي ولا التكنيكي لا هم ماخذين يعني التكنيكي الان يقوم ياخذ تكنيكي لكنه التكتيكي تكتيكي اكثر لا هم يعني فتره فجميل تحت 16 سنه اشوفهم يتحولون يعني من 4-3-3 ل 4-5-1 اعمار 15-16 سنه لازم تعطيهم امور تكتيكيه حتى يفهمون فلسفه كيف يهاجم الفريق الاخر جميل وماخذ من البراعم للان مهارات وراح يزيد المهارات التكنيكيه تستمر عمليه يعني تلقين المهارات تنطي الان تزايد عملية التكتيك الخطط والقدرات الفرق المختلفة أنه إلى الفرق الدرجة الأولى من الآن أنه يبدأ دائما يزيد المدرب مع هؤلاء اللاعبين جميل توقعاتكم كباتن والله صعب لا ما صعب السد يعني ما شاء الله فريق شخصيته عالية بصراحة كابتن يوسف مثل ما قلت بيعاني الريان يعني صالح السد لكن ان شاء الله يعني شوط اول جميل يليق باسم الفريقين على اقل تقدير الريان والسد في حساب الجوله 13 مشاهدي الاعزاء من دوري الناشئين تحت 16 سنه تركم الان التعليق على هذه المباراه مع زميل العزيز مصطفى ناطم تفضل مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك زميلي ابراهيم الكواري هناك في الاستوديو التحليلي أنت والكباتن الكرام الكابتن الدكتور حارس محمد والكابتن يوسف أحمد يا أيها الكرام يا من تتابعوننا في كل مكان نحن في الجولة 13 هنا من دور الناشئين ونحن نتحدث عن هذه الأمسية نعم التي تجمع ما بين السد والريان ما بين الرهيب وما بين الزعيم فبالتالي الصافرة انطلقت وهنا في استاد سعود بن عبد الرحمن يا ترى ماذا سيسجل وماذا سيكتب لنا هل يا ترى بأنها لمصلحة السد أم لمصلحة الريان في هذه الجولة وفي هذه المباراة المرتقبة نعم وإننا نتحدث عن الأحمر
الذي دخل إلى هذا الميدان، كذلك هناك الأبيض الذي يبحث عن الانتصار، الذي لا يريد أن يفلت بالصدارة أو يقترب منها بشكل أكبر، لأنه تعودنا في السنوات الماضية إن السد هو من تسيد على هذه البطولة. ولو عدنا بالتاريخ للاحظنا إن الثلاثة مواسم الأخيرة بأن هذا الفريق الأبيض هو من تسيد هذه البطولة. ولو نجمع بآخر 11 سنة، نعم بآخر 11 سنة، إنك تلاحظ من هناك هي 8 ألقاب بالنسبة للسد. ويا ترى يا ترى هل الزعيم أن لا يفرط بهذا الموسم؟ نحن ننتظر ونشاهد، هناك من يتشبث بالصدارة الإدحيل. أما إذا فتحنا سجل الريان، فتحنا سجل الرهيب، تابعنا الأحمر يقبع في أي مكان، ألا وأنت تشاهد في المركز الثامن ما قبل الأخير. فبالتالي هذا لا يليق أبدا بفريق اسمه الريان وبقيمة الريان الذي دخل إلى أرضية الميدان في هذا اللقاء. يا أيها الكرام، نعم هنا في هذه الأمسية في الجولة 13 إننا نتحدث عن السد ب 28 نقطة في المركز الثاني. أما من هناك بالنسبة لفريق الريان الثامن بستة نقاط، والفارق الكبير ما بين الفريقين. إذن الكرة الثابتة الأولى في الجولة 13 وافتتاح هذه الجولة هنا في استاد سعود بن عبد الرحمن هنا في مدينة الوكرة. بالتالي الكرة الأولى السداوية التي تلعب بشكل قصير، التفاهم والانسجام لكنها تقطع، عادت إلى منتصف الميدان مرة أخرى هناك إلى الأمام، هذا التمرير والتقدم لكن خروج، وبالتالي إلى 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 ركلة ركنية الكرة الماضية وما لاحظناه في اللقطة الماضية. نتحدث عن تشكيلة فريق السد الذي يدخل في هذه المباراة: محمد أحمد قاسم، سالم محمد المري، ناصر حمود آل شافي، إبراهيم ناصر الدوسري، حسن محمد الغريب، محمد حسين حسن الحبابي، وحمد حمد متعب المري، وأحمد هشام الراوي، هذه للريان أحمد هشام الراوي، نعم، وكريم محمد أبو إتشة، وتركي حمد المري، وسعود خالد العبيدي. نعم هذه التشكيلة وهذه الاستراتيجية التي رسمها من هناك كرولز باكوس إلى أرضية الميدان، زج بها ورسمها على هذا المستطيل الأخضر بالنسبة لفريق الريان، بالنسبة لفريق الرهيب، بالنسبة للفريق الذي يعاني في هذا الموسم. أما إذا نظرنا من هناك إلى فريق يسمى بالسد وإنه الزعيم، نعم إنه الزعيم، ماذا فعل سليم الحبيب؟ وبالتالي سليم زج بهذه التشكيلة، سليم وضع عبد الله حسن العمادي بحراسة المرمى، طلال عبد الله اليزيدي، وعبد الرحمن بكر جعفر، ونايف حميد أحمد، وطلال عتيق الشعابي، وعبد الرحمن فيصل الدوسري، محمد سالم القريشي، وعبد الله عبد القادر المغيصيب، وعبد العزيز جمال الأنصاري، معاذ تويت الوادي، ومهدي سالم، نعم مهدي سالم. فبالتالي نتحدث عن مواهب حقيقة تحضر في هذه المباراة سنتابعها في هذه الأمسية، إن كانت بصفوف الريان وإن كانت بصفوف السد. نعم نتحدث عن القريب من الصدارة ونتحدث عن القريب من الهبوط، والبعض الآخر يتساءل أي هبوط تتحدث عنه؟ أنا أتحدث وأقول لكم بأن في هذا الموسم أو في هذه الدرجة، درجة الناشئين، فئة الناشئين، هناك هبوط، نعم، لأنها تحتوي على درجة أولى ودرجة ثانية. فبالتالي على هذا المستوى هناك الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وإذا تفرعنا بشكل آخر سنشاهد أن هناك الكأس وكأس المربع، أربع فئات، نعم، على مستوى الناشئين، كأس وكأس المربع ودور الدرجة الأولى ودور الدرجة الثانية. فبالتالي الريان قريب، لأننا نتحدث عن آخر ثلاثة مراكز، المصطال بأربعة نقاط متذيل الترتيب، التاسع بالنسبة للعربي بخمسة نقاط، والثامن بالنسبة للريان بستة نقاط. فبالتالي من هناك يا أيها الكرام الريان ينافس، وهناك سقوط على أرضية الميدان، لا نتمنى أن نشاهد الإصابات، نتمنى أن
أن تمر المباراة مرور الكرام إلى بر الأمان. لا نشاهد هناك أي تعثرات وأي مطبات على مستوى هذه المباراة في الجولة 13 بالنسبة لبطولة دور الدرجة الأولى تحت 16 عام. هناك سقوط على أرضية الميدان. لدينا من هناك محمد حسن الحبابي هو من يسقط على أرضية الميدان، سليم الحبيب. وبالتالي بنظرته في هذا اللقاء نتحدث عن الفريقين، نتحدث عن قيمة الريان وقيمة السد، نتحدث عن فريق تشبث بهذا الدوري. لو فتحنا السجل ونشاهد ونتابع، إن في موسم 2008-2009 تتابع بأن السد هو البطل، 10-9 السد هو بطل، 11-10 السد هو بطل، 12-11 السد هو بطل. نتحدث عن أربع مواسم متتالية تمر أوقف السد عن حتى كان هو نادي الغرافة الفهود موسم 13-12 وعاد ليحقق هذا اللقب موسم 14-13. نعم نتحدث عن مرتين على التوالي. بعد ذلك عاد السد بموسم 2015-2014 ومن ثم عاد الغرافة 2016-2015. لكن من موسم 2016-2017 إلى هذا اليوم فإن بطولة الناشئين بطلها الزعيم، يتسيدها الزعيم، يحققها الزعيم، يعتلي منصتها الزعيم، يهيمن عليها الزعيم. فبالتالي هل يا ترى ستسير أم هناك فريق آخر يقف بوجه الزعيم بعدما كان الغرافة الذي يتواجد اليوم بالمركز الرابع سيأتي للحيل. نعم وإن يفرق عن فريقي الزد بثمانية نقاط وفي الصدارة ب36 نقطة، وبالتالي الفرق كبير والمباريات المتبقية ستة مع هذه الأمسية. إذن الكرة من هناك إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الريان في هذه اللحظات. وبالتالي نتحدث عن طاقم تحكيم هذه المباراة المتكون من فهد الجاسم سيد المباراة وقاضيها، أما على مستوى المساعد الأول علي السويدان، المساعد الثاني عيسى بدر، والحكم الرابع محسن يعقوب مقيم الحكام في هذه الأمسية طارق مشعل. فبالتالي هذا هو التيم وورك، هذا هو فريق العمل، بالتالي سيتواجد وبأكثر حرفية وبعين الصقر. نعم على مستوى هذه المباراة واعتدنا حقيقة وهي حقيقة يجب أن تقال على جدارة هؤلاء الشبان الذين دائما ما يديرون هكذا مباريات باقتدار. فبالتالي هي من عوايدهم حقيقة بالتالي لخوض مثل هكذا مباريات. إذا هناك تعود على مستوى الخط الدفاعي بالنسبة لفريق السد، واصل في منتصف الميدان، هنا التقدم والنظر إلى الجهة اليسرى والتمرير، استلام ونقلة قريبة لكنها على مستوى حراسة المرمى من هناك إلى محمد أحمد قاسم، وهو كان القاسم ما بين الريان كدفاع وما بين السد كهجوم، هو من استحوذ على كرته الماضية ليرسلها هنا في منتصف الميدان إلى الجهة اليمنى. بالنسبة لفريق الريان عادت للسد مرة أخرى، هنا تلعب على مستوى الحراسة، تنقل مرة أخرى إلى الطرف الأيمن، استلام ثم تقدم ثم تمرير، لكنها هنا تم اختطاف الكرة الماضية إلى رمية التماس، كرة إلى الجهة اليسرى لمصلحة نادي الريان. الرهيب يبحث في هذه اللحظات هل سيجدد وهل سيتقدم بثلاثة نقاط إلى الأمام، وأنا أتحدث عن الريان الذي لديه ستة نقاط، وهذه الستة من أين جاءت؟ يعني جاءت من ثلاثة تعادلات وهي ثلاثة نقاط، ومن انتصار واحد هو الذي يعادل تلك الثلاثة. فبالتالي ب 12 مباراة نادي الريان، 12 مباراة الريان انتصر بواحدة وهزم بثلاثة، هزم بثمانية وتعادل بثلاثة، انتصار وحيد، ثلاثة تعادلات، ثمانية هزائم. هؤلاء اللاعبون
وهذه الدكة وهؤلاء الذين أتحدث عنهم. بالتالي ريان كبير ويبقى كبير، وهذا الاسم اللامع بسماء الكرة القطرية وحتى العربية والآسيوية. نعم، ولكن بالتالي نتحدث عن المصدر الرئيسي للصف الأول هم الفئات العمرية. بالتالي يجب أن يكون هناك نهضة حقيقة على مستوى الريان، والبعض يقول لما لا توجد نهضة، لكن نتحدث بعد هذه الكرة وصلت، محاولة قريبة، يتلاعب، يقترب، يسدد، الله 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 الله، لا زالت قائمة، لا زالت قائمة مرة أخرى، لكنها إلى الجهة اليسرى، إلى الجهة اليسرى، تنقل إلى الأمام، أصبحت مرتدة، أصبحت مرتدة، كونتر أتاك تعود هنا في منتصف الميدان. المواهب موجودة بصفوف الريان، أولا نتحدث عن الأسماء، نتحدث عن الأسماء موجودة حقيقة بصفوف الريان، لكن النتائج، النتائج يجب على الريان أن يتفادى الهبوط، يتقدم إلى الأمام ويرتب وضعه على مستوى الموسم القادم، لأن من فترة جدا طويلة جدا طويلة ولم يحقق اللقب، فما على الريان إلا أن يعيد وضع على مستوى النتائج. أما المواهب هي متواجدة، والريان حقيقة منجم للمواهب. نتحدث عن لاعبين عدة في صفوف هذا الفريق وتخرجوا من هذا الفريق ووصلوا اليوم يمثلون الكرة القطرية وعلى مستوى دور النجوم كيو ان بي كذلك، وهم يقدمون أفضل مستوياتهم، لكن يجب أن يعيد وضعه على مستوى النتائج. عادت هنا في منتصف الميدان، تأتي الصافرة من حكم المباراة فهد الجاسم معلنة إن هناك خطأ من الطرف الأيمن لمصلحة فريق الريان، وهذه الكرة الثابتة بعد التدخل الذي جاء من طلال عتيق الشعيبي. إذن الكرة في منتصف الميدان، أما إذا تحدثنا عن السد فهو يعتلي منصات التتويج من فترة طويلة، يقدم المستوى الطيب، يقدم المستويات التي تشكل علامة فارقة حقيقة على مستوى هذا الدوري، وأنا أتحدث عن سيادة، نعم سيادة على مستوى هذا الدوري من موسم 2009-2008 إلى يومنا هذا. إذن هنا يتلاعب بكرة أحمد، يتقدم أحمد لكنها إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق السد في هذه اللحظات، ومن هناك لمصلحة السد، نعم للأبيض. الجولة الماضية بخمسة مباريات سجل هناك 9 أهداف، السد واجه معذر وانتصر بثلاثة لهدفين، الريان واجه العربي وتعادل بنتيجة سلبية 0-0، الغرافة قابل الأهلي وتعادلوا 1-1، الدحيل انتصر على مصلال 2-0، قطر تعادل مع الوكرة 0-0. نتحدث عن 5 مباريات كانت هناك 3 تعادلات كرة لكنها أبعدت، وصلت مرة أخرى هناك في منتصف الميدان أو إلى الجهة اليسرى، نعم لمصلحة الريان، يحاولون هنا التقدم، محمد حسن الحبابي لكن كرة تقطع، يعود يستبسل، يأخذ كرته، يتقدم، تنقل إلى الأمام، محاولة قريبة، جول، الله 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 الله، متابعة الشباك، وإلى إلى 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 داخل الخشبات الثلاثة، هذه الأولى، الثانية والثالثة في المرمى، ختامها مسك، وبالتالي الراوي يروي الريان بهدف، الراوي يروي الريان بهدف. وما نلاحظ ونتابع بأن الريان الرهيب سجل في مرمى الزعيم، كرة وصلت إلى الشباك، كرة دخلت بداخل المرمى، كرة من خلالها أعلنوا التقدم، كرة من خلالها ستشتعل المباراة وتنفتح على مصرعيها حقيقة. هذا ما أقول، لأنه نتحدث عن قيمة السد التي ستظهر بالدقائق القادمة، ونتحدث عن الريان الذي قيل بأنه لا يقدم ذلك
ذلك المستوى، لكن هو يفاجئ يظهر، وهذا ما نطلبه ونتمناه ونحتاجه على مستوى أرضية الميدان. لماذا نحتاجه؟ نحتاجه كي نشاهد كرة قدم حقيقية على مستوى هذه الرقعة، رقعة الميدان الخضراء، لأنه لو سجل الريان، الفريق الذي يتواجد في أسفل الترتيب أمام الفريق الذي يضايق المتصدر، ستشتعل المباراة بين قطبيها ما بين أبيض وأحمر، وسنستمتع حقيقة كمحايدين في هذه المباراة. المحايدون يريدون متعة من خلال هذه المباراة، لا يهم من انتصر أبيض أو أحمر، لا بل إنما يهم أن يشاهد كرة قدم حقيقية على أرضية الميدان. بالنسبة لهذه المباراة، إذن الكرة من الجهة اليسرى لمصلحة فريق السد. هل سيرد السد؟ لنتابع ونشاهد في هذه اللحظات. والكرة من الجهة اليسرى بعد أول ربع ساعة، بعد أول ربع ساعة الريان من يتقدم، ونتحدث عن فريقين جاءوا من مسافة بعيدة، وصلوا إلى مدينة الوكرة، هنا إلى هذه المدينة، مدينة المونديال، إلى الجنوب وصلوا، وبالتالي من سيأخذ الثلاثة نقاط من هنا؟ لكنها إلى حارس المرمى محمد أحمد قاسم. هنا الهجمات المرتدة، هنا الكرات المرتدة، لكنها إلى رمية تماس. افتتح التسجيل من هناك أحمد هشام الراوي، وهو شقيق بسام هشام الراوي، بسام الذي كذلك ترعرع بصفوف الريان بالفئات العمرية، وصل بعد ذلك إلى الاتحيل وهو يقدم المستوى الطيب مع الاتحيل، كذلك المشاركة مع نادي مع المنتخب، وبالتالي تقديم المستوى الممتاز مع المنتخب وتحقيق بطولة كأس آسيا بنسختها الأخيرة. وها هو أحمد يريد أن يقضي على ذلك النهج، ويقال بأنه يريد أن يتخطاه حتى، هذا هو هدف أحمد هشام الراوي، لكن الفارق بأن بسام يلعب كلاعب مدافع، أما أحمد فهو في المقدمة، وبالتالي هناك نستطيع القول بأنه تقارب ممكن لأحمد بعد أربعة مواسم أو ثلاث مواسم تشاهدوه بالصف الأول. بسام بعمر 22 عام، وصل هنا محاولة، جول جول جول، الله على محاولة السد في اللقطة الماضية، وإلى أي مكان ذهبت؟ إنها إلى ركلة مرمى. هذه هي الكرة الماضية، هذا الوصول، هذا التسديد، راحت زاحفة وإلى ركلة مرمى. نعم، أنا أقول ستقابلون في يوم من الأيام، ستقابلون، لأن الأعمار متقاربة، نستطيع القول أربعة مواسم، بسام بعمر 22 عام، أربعة مواسم 26، ومن هناك أحمد 20، ممكن يواجه كمهاجم أمام مدافع، بالتالي نتحدث عن الأخوين. كرة واصلة هنا في منتصف الميدان إلى خط الدفاع لمصلحة فريق السد، تنقل بمنتصف في المنتصف إلى الجهة اليسرى، لكنها إلى رمية تمام. لدينا لاعب آخر وهو من المواهب حقيقة، وهؤلاء اللاعبون معظمهم متواجدين مع منتخب الناشئين، وبالتالي إذا تحدثنا عن أحمد الذي يتواجد مع منتخب الناشئين، فلدينا هناك مهدي سالم، واحد من المواهب الكبيرة حقيقة، والذي ينتظرها المستقبل، ونتمنى لها التوفيق. هذه الموهبة التي تتواجد بصفوف السد، والذي يمتلك 19 هدف ب 12 مباراة، 19 هدف ب 12 مباراة، ماكينة تهديفية كبيرة حقيقة بالنسبة إلى مهدي سالم، وبالتالي مهدي ينتظر المستقبل كما ينتظر هؤلاء اللاعبون كلهم المتواجدون على أرضية الميدان. كرة تنقل إلى الأمام، المحاولة، الاقتراب، التسديد، التعادل، لا 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 لا، هذا من الخيال يا السد، هذا من الخيال يا الزعيم، أهكذا تفعلون؟ أهكذا تسجلون وفي المرة تضعون وللمباراة تعودون؟
الله 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 الله. هنا 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 النقلة السحرية دخلت بداخل منطقة الخطر، أرسلت بحرفية، سارت الشباك، لا يردها محمد أحمد، لا 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 ما يردها ما يردها. هذه هي المحاولة الماضية، هذه هي الكرة التي وصلت التي وصلت التي وصلت بأعلى الشباك، سارت الشباك وعادت. وهذه المباراة التي أنا كنت أتحدث عنها وقلت لكم بأنها ستنفتح على مصرعيها، ستنفتح على مصرعيها، لأننا نتحدث كما قلت عن فريق يتقدم وهو بأسفل الترتيب، سيشعل المباراة أمام المقترب هناك على مستوى الصدارة، وبالتالي السد هو يعود وهو يسجل التعديل في هذا اللقاء، وبالتالي من هناك التعادل قد جاء بالنسبة لفريق السد، وأصبحت 1-1. الزعيم يسجل وقبل الرهيب تقدم، وما هو الوقت القادم؟ ماذا يخبئ لنا الوقت القادم؟ ماذا يخبئ لنا؟ هذه الكرة التي تصل إلى منتصف الميدان بنقلة خاطئة إلى الجهة اليمنى تنقل، هنا التدخل في هذه اللحظات مرة أخرى يبحث في مكان مناسب، هنا التقدم إلى الأمام لكنها بعد ما قطعت تنقل إلى الأمام لمصلحة السد، مرة أخرى تعود لدفاعات فريق الريان، ناصر حمود آل شافي في منتصف الميدان تنقل مرة أخرى إلى حسن محمد الغريب، الغريب وهذه هي كرته، عادت لمصلحة السد تارة هنا وتارة هناك، الصافرة تأتي وتكون الفيصل في هذه اللحظات هنا لمصلحة السد في منتصف الميدان. هذا هو هذا هو هذا هو مهدي سالم، هذا مهدي سالم، هذا الذي ينتظر مستقبل، نعم ينتظر المستقبل مهدي. إلى الجهة اليسرى سلام سداوي في هذه اللحظات يبحثون، كرة تنقل، التقدم والبعث، هنا التسديد لكنها راحت من هناك إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق السد من الطرف الأيمن، من الطرف الأيمن لمصلحة فريق السد، وكرات الزعيم، والزعيم لا يريد أن يفرط بنقاط هذه المباراة لأن يتأمل بصدارة ويتأمل بتعثر الإدحيل، ونتحدث عن الإدحيل الذي سيواجه من هناك قطر بعد هذه الأمسية. كرة تنقل إلى الأمام لكنها أبعدت، صارت قريبة، هنا المحاولة إلى الأمام للريان، تعود نقلة إلى الأمام من الطرف الأيمن، هنا التقدم، هناك لاعب من الطرف الأيسر تفتح وأمام مساحة خالية، لكن لو ركز من الجهة اليمنى بالنسبة لفريق الريان كريم، كريم يبحث من هناك، أو لا 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 ليس بكريم، ليس بكريم، المحاولة لا زالت قائمة هناك إلى داخل منطقة الخطر لكنها تطول، وإلى الجهة اليسرى لمصلحة فريق الريان يبحثون في هذه اللحظات من الجهة اليسرى، هنا كرات التقدم والسقوط على أرضية الميدان تنقل بشكل ممتاز، وبالتالي نقلة خاطئة في المنتصف إلى حسن محمد الغريب، الغريب بعد التدخل من عبد الرحمن فيصل الدوسري، الدوسري إلى طلال عتيق الشعيبي، نقلة الشعيبي إلى الجهة اليسرى يبحث ويحاول، نقلة إلى الجهة اليسرى يبحث ويحاول، في أي مكان سيناول، الله 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 الله، هي رفعت الراية، رفعت الراية، لكن لاستمرارية المباراة أتاح فرصة حكم المباراة لأنه كان متسلل واشترك في المحاولة الماضية قائد المقدمة بالنسبة لفريق السد. هنا كرة في منتصف الميدان تنقل بشكل قطري لكنها تعود لدفاعات نادي السد من الجهة اليسرى، هذه كرة منقولة إلى الطرف الأيسر مرة أخرى، هذا مكان خالي، نعم سيلعب كرة بالعمق ويكثر دفاعات لكن غير راية، إلى الجهة اليسرى هنا التقدم، البحث والنقلة إلى داخل منطقة الخطر لكنها إلى ركلة ركنية، هكذا يقول حكم المباراة يا أيها الكرام، من الجهة اليسرى هي بيضاء، نعم لمصلحة هذا الأبيض، هذه هي المحاولة الماضية وهذه هي الكرة الماضية، وبالتالي لدينا كرة ثابتة من الطرف الأيسر لمصلحة نادي السد، السد الذي يبحث، السد الذي يريد أن يسجل الثاني ويقلب المباراة رأسا على عقب، لماذا؟ كل شيء جائز حقيقة، كرة من الجهة اليسرى تنقل إلى داخل منطقة الخطر، راية 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 راية، هكذا يقول
الحكم المساعد الأول علي سويدان. علي سويدان قال من هناك راية. وحكم المباراة ماذا يقول؟ هناك خطأ قبل الراية لأنهم لم يستفادون من الكرة الماضية، وبالتالي قبل هذه النقلة كان هناك خطأ وأعطى حكم المباراة بإتاحة الفرصة والاستمرارية، لكن بعد إن رأى لوجود لاستغلال الفرصة عاد ليشير إلى خطأ قريب ويشكل الخطر حقيقة على مرمى الريان، ومن هذا المكان قد يغير الكثير في هذه المباراة. هذه الكرة الثابتة الصافرة أطلقت والكرة ستنفذ إلى داخل منطقة الخطر، لكنها إلى حارس المرمى إلى محمد أحمد قاسم. محمد بعد أن تصدى للكرة الماضية واصل إلى الأمام مرة أخرى، هنا التقدم والمحاولة عادت لدفاعات نادي السد. السد وكراتهم إلى الجهة اليسرى، السد وإلى الطرف الأيمن عادت لمصلحة الريان بعدما نقلت من عناصر السد. هذه الكرة الماضية التي لعبت في مكان مناسب حقيقة، لكن يقظت محمد أحمد قاسم ولحظة تحرك للكرة الماضية وتمركز في المكان المناسب، كان موفق حقيقة في اللقطة الماضية، وبالتالي أبعد الخطر وحرم السد من ثاني أهدافه في هذه المباراة. إذن إلى الجهة اليمنى لمصلحة نادي السد، هذا هو التماس، تنقل إلى الطرف الأيمن هذه الكرات المتبادلة، تنقل نعم إلى داخل منطقة الخطر بداخل البوكس للصندوق، لكنها إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات، إلى ركلة مرمى. أتحدث عن المواجهات في الموسم الماضي، وأنا ذكرت لكم بأن الموسم الماضي السد كان بطل ب 42 نقطة، كان خلف السد الدحيل ب 39 نقطة، أما الريان في الموسم الماضي كان في المركز السادس ب 23 نقطة. نعم الموسم الماضي نتحدث عن مواجهتين، في المواجهتين كان الانتصار للسد في المباراة الأولى بهدفين لهدف، وكان في هذا الملعب، وفي مواجهة الإياب كان في ملعب السد الفرعي. الله 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 الله، أي انقلاب هذا، أي مباراة هذا يا السد، لا 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 لا. السد بثنائية، وأنا أتحدث عن انتصارات الزعيم. الزعيم يقول دعك من المباريات الماضية، فلاحظ سنجدد التاريخ هنا، سنسجل الانتصار هنا، سننتظر ونضايق الدحيل هنا، سنتقدم ونبقى وننافس على الصدارة هنا بمواجهة الدحيل الرياني هنا. وبالتالي هذه هي الثنائية السداوية في مرمى الريان، في مرمى الريان، وبالتالي هو الانقلاب. نعم هو الانقلاب، نعم في هذه الأمسية قاده عناصر الزعيم، عناصر الزعيم يقودون هذا الانتصار وبانقلاب هذا اللقاء. أي زعيم هذا؟ نعم نتحدث عن الزعيم. أي زعيم هذا الذي عرف كيف أن يقلب هذا اللقاء ويغير المجريات ويقلب السيناريو ويفاجئنا بالأحداث؟ بالتالي هذا هو الزعيم الذي يسجل هذه الثنائية. كرة إلى الجهة اليسرى مرة أخرى، هنا استلام من الطرف الأيسر إلى محمد حسن الحبابي، والتقدم نحو الأمام لكنها تبعد، تقطع، لسه تعود في منتصف الميدان. هنا ضرب الدفاعات، لاحظ 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 الخطأ بالعمق الدفاعي حقيقة، واستلام الكرات من خلف المدافعين بالنسبة لعناصر السد ودفاعات الريان. هذا ما أتحدث عنه. كرة هناك إلى
الجهة اليمنى في منتصف الميدان، هل سيعوض الريان؟ يتقدمون يبحثون في هذه اللحظات بنصف ساعة أولى من هذه المباراة إلى الجهة اليسرى، التقدم هنا، المحاولة هنا، الاقتراب، تعود إلى الطرف الأيمن لمصلحة نادي السد واصلة في منتصف الميدان، هنا التقدم إلى الأمام تنقل لكنها تعود للريان بعد الإبعاد من الريان، وصلت في منتصف الميدان ثم تعود هنا لمصلحة الريان مرة أخرى، تارة هنا وتارة هناك، محاولة هنا ومحاولة هناك، عادت هنا لمصلحة السد مرة أخرى إلى الجهة اليمنى ريانية من الطرف الأيسر وإلى التماس. نعم أنا كنت بطور الحديث عن المباريات الماضية في الموسم الماضي، لكن وإلا بالمفاجأة جاءت، ها هم يحضرون ويتابعون هذا اللقاء لمشاهدة هؤلاء الشبان، هؤلاء الناشئون الذين ينتظرهم المستقبل حقيقة. بالتالي الموسم الماضي في أول مباراة كانت في هذا الملعب، وكان الانتصار بهدفين لهدف كما النتيجة الآن لمصلحة السد. بعد ذلك الإياب كان في ملعب السد الفرعي، وانتصر السد في أنذاك في تلك المباراة بثلاثة أهداف لهدف. وبالتالي نتحدث عن موسم ماضي، بمعنى نجمع النتيجة بذهاب وإياب ونحن نتابع أنها خمسة أهداف لهدفين في الموسم الماضي. وبالتالي ننتظر في هذا اللقاء، هل سيرد الريان أم ستبقى الزعامة للزعيم؟ والكعب يعلى للسد. إذن هناك كرة إلى الجهة اليسرى لمصلحة السد، اقتراب داخل منطقة الخطر لكنها تنقل بعدما قطعت هنا المحاولة، المهارة الفردية تنقل إلى الأمام، هناك إلى أحمد، أحمد يبحث، أحمد يحاول لكنها تقطع من أمام أحمد لدفاعات السد، السد يبحثون إلى الجهة اليسرى، نقلات لا الله 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 بهذا العمر وهكذا فكر، أنا حقيقة أفرح عندما أشاهد هكذا أفكار، كرة إلى الأمام وبالتالي مرة أخرى إلى ركلة مرمى، لاعب بهذا العمر ويمتلك هذه اليقظة وهذا الفكر حقيقة، ويعرف بمعظم الجوانب بهذه المباراة بكرة القدم وخفاياها، يعني بهذا العمر تشاهد أن اللاعب ينطلق للكرة، يعني بود أن يمتلك كرة، يتمنى أن تكون بحوزة الكرة، لكن عندما فكر وهذه كلها بجزئيات من الثانية نعم في اللقطة الماضية، وعرف كيف أن يتعامل وترك الكرة لزميله في هذه المباراة أو من الجانب الأيسر لمصلحة السد، وتوقف لم يتحرك لأنه يعلم إذا تحرك ستعود الكرة للريان، وعرف كيف أن يبقي على هذه الكرة لمصلحة فريقه. برافو برافو برافو، ممتاز جدا لهؤلاء اللاعبون وبهذه الأحمر. إذن هناك في منتصف الميدان لمصلحة نادي السد إلى الجهة اليسرى يبحثون، السد أفضل وبمعنى الكلمة حقيقة، اعتماد الريان على الكرات المرتدة هذا ما نتابعه وهذا ما نشاهده في هذا اللقاء. إذن الكرة إلى الجهة اليسرى، هنا استلام تنقل في المنتصف، يبحث ويحاول مرة أخرى، هنا تقطع تعود لمصلحة الأحمر، الأحمر يتقدم، الرهيب يحاول، الرهيب يبحث، الرهيب ينقل كرة إلى الطرف الأيسر لكنها طالت وإلى رمية تماس لمصلحة السد في هذه اللحظات من الجهة اليمنى بعدما كانت من اليسار للريان. هذا هو الذي يظهر بالصورة أمامنا، حمد متعب المر، كرة في منتصف الميدان، أحمد يتقدم، يسقط على أرضية الميدان وتأتي صافرة من قبل حكم المباراة معلنة الخطأ لمصلحة الريان من الجهة اليسرى، بعدما أشار فهد الجاسم إن هناك خطأ بعد التدخل من معاذ تويد الوادي. إذن الكرات الثابتة لمصلحة فريق الريان قد تفعل شيء ممكن، نعم تنقل إلى الأمام لكنها على مستوى حراسة المرمى إلى عبد الله حسن العمادي،
تعود الى الجهه اليسرى لمصلحه فريقي السد. بعد ذلك عادت للريال من الطرف الايمن تنقل الى الامام لكنها تقطع من قبل حسن محمد الغريب. الغريب وكره الى الجهه اليسرى، الغريب ونقله الى زميله في دائره المنتصف الى الامام، تنقل هناك باستلام صفوف السد الى الطرف الايسر. مهدي سالم الى الجهه اليسرى يتقدم يحاول يبحث. الله 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 الله، كان من هناك محمد سالم وبالتالي تعود الى الجهه اليمنى مره اخرى لمصلحه فريق الريان. نعم، ومن ثم الى رميه تماس. نتحدث عن 10 دقائق متبقيه على نهايه الوقت الاصلي لهذا الشوط، شوط المباراه الاول من هذا السيناريو في هذا اللقاء في استاد سعود بن عبد الرحمن هنا في الوكر على مستوى الجولة 13 من دوري تحت 16 عام. كرة تعود إلى الجهة اليسرى لمصلحة نادي، هنا أوفسايد في اللقطة الماضية، لكن بعدما عادت الكرة لمصلحة الريان كان هناك ادفانتج، لكن عندما لاحظ حكم المباراة انه الضغط على اللاعب ولا يمكن ان يتحكم بالكرة الماضية يعود بها لكرة ثابتة. نعم نعم، هذه هي التعديلات الأخيرة على مستوى التحكيم، وبالتالي انا اقول برافو لهؤلاء الحكام الذين ينظرون ويسيطرون ويحكمون بإحكام هذه الأمسية. عادت إلى الجهة اليسرى، هناك إلى إبراهيم، إبراهيم نقلة تعود إلى منتصف الميدان بالنسبة إلى عبد الرحمن فيصل، تنقل إلى الأمام هنا بالرأس لكنها من الجهة اليسرى، استلام محمد سالم القريشي، القريشي يبحث، القريشي يتقدم بنقلة إلى زميل معاذ، معاذ تويد إلى الطرف الأيسر لا زالت قائمة، القريشي واستلام محمد سالم يبحث بعدما سقط على أرضية الميدان، هنا التدخل، هل يفتكون الكرة؟ افتكوها نعم، عادت لكن بنقلة طويلة إلى الأمام، قطعت من قبل لاعبي السد لتعود على مستوى والدفاعات، تنقل هنا في منتصف الميدان مرة أخرى، عادت لمصلحة السد لتأتي الصافرة التي أعلنت بأن هناك خطأ لمصلحة الريان. كرة إلى التماس أو لمسة يد، هكذا يقول حكم المباراة فهد الجاسم، ونلاحظ بأن هناك ركلة حرة لمصلحة السد للزعيم، الزعيم والكرة من الجهة اليمنى التي تنقل واصلة في منتصف الميدان للطرف الأيمن بشكل أرضي جميل بنظرة إلى الأمام، لا وجود للراية، كرة جميلة، اقتراب ودخول، تمرير، لكن التمرير الماضي وصلت هناك لدفاعات الريان لتبعد إلى رمية تماس. القراءات الممتازة والانسجام، حتى وإن أنا أعقب على هذه النقطة، حتى وإن لم تكتمل الكرة والمحاولة، لكن الشيء الممتاز أنه هنالك فكرة عند هؤلاء اللاعبون، هنالك فكرة، ما دام أن هناك فكرة بالتالي ستنمى هذه الفكرة بمرور السنين بما أنهم بعمر 16 سنة وأقل، وهذا الأمر الممتاز على مستوى الفئات العمرية، أنك تضع يعقول الأفكار والتنفيذ يأتي من خلال الممارسة والتمرين وكل هذه الأمور، يعني لسنوات عدة ستشاهد هؤلاء اللاعبون بشكل جميل حقيقة على مستوى أرضية الميدان. يعني الفكرة موجودة على مستوى لاعبين على مستوى لاعبين السد، وكذلك لاحظناها هناك بصفوف الريان بكرات التي تلعب بالعمق، كرات التي لكسر الدفاعات وضرب الدفاعات على الأطراف، أمور ممتازة حقيقة حتى وإن لم تكتمل. هنا سقوط على أرضية الميدان. والصافرة والخطأ هنا يتحدث كارلوس باكوس. كارلوس باكوس يتحدث نعم على مستوى
المنطقة الفنية بالنسبة لنادي الريان. هناك على مستوى المنطقة الفنية سالم الحبيب، وما بين هذا وذاك هناك مباراة أخرى حقيقة، وليس هي تلك على مستوى أرضية الميدان. استلام والتمرير، الله على التمرير، الله على التقدم، الله على المحاولة، الله على الثالث ممكن، لكنها أبعدت وعادت لمصلحة الريان من الطرف الأيسر، ومن ثم تأتي الصافرة معلنة الخطأ لمصلحة فريق الريان. هذه الكرة، هذه النقلة، هذه التمريرة، هذا التقدم، هذه المحاولة والتي انتهت على مستوى حراسة المرمى. نعم، برافو لقراءة ممتازة، دوران جميل، تمرير رائع، وبالتالي هذه هي الأفكار التي أتحدث عنها، ومن هناك راحت وعادت لمصلحة فريق الريان. من الجهة اليسرى تعود لمصلحة السد هنا في منتصف الميدان. واحدة الثانية عادت إلى حسن محمد الغريب، الغريب إلى معاذ، معاذ وكرة إلى الدفاعات. مرة أخرى الاستلام من الطرف الأيمن هناك بانطلاقة محمد سالم، لكنها تبعد إلى رمية تماس في هذه اللحظات لمصلحة السد. من الجهة اليمنى سليم الحبيب الجربي، نعم، ومن يقود فريق السد بهذا اللقاء. وكما ذكرت لكم ان هناك مباراة اخرى ليس فقط ما تشاهدوها على مستوى ارضية الميدان فحسب، لا بل انما من هناك على مستوى المنطقة الفنية بين كارلوس باكوس وسليم الحبيب الجربي. إذن هناك كرة ثابتة من الطرف الأيمن لمصلحة السد في هذه اللحظات. نتابع، نراقب في أي مكان ستكون. نعم، السد كما ذكرت لكم مواجهتهم على مستوى الموسم الماضي بالسد والريان على مستوى هذه الفئة، لكن بهذا الموسم عندما تواجه على مستوى الصف الأول بدور النجوم كيو أن بي والمواجهة الأبرز على مستوى الفريقين بالصف الأول، فإنها كانت بأربعة أهداف لهدفين لمصلحة الرهيب الرياني. نعم، بأربعة أهداف لهدفين، وبالتالي أن الانتصار كان للرهيب في استاد جاسم بن حمد وفي تلك المباراة، في تلك المباراة التي اعتلاها الريان واعتلى منصة انتصارها بتلك الرباعية. وستكون لهم مواجهة قادمة، نعم، المواجهة القادمة في الجولة 17، ونحن مقبلون على الجولة 15، وبالتالي بأيام قليلة، نعم، سيتواجهون مرة أخرى. وهنا البطاقة الصفراء الأولى التي تظهر على نايف حميد أحمد بصفوف فريق السد. أول بطاقة صفراء على نادي السد ونايف حميد بشكل التحديد. كرة تنقل إلى الأمام، هذه الكرات القريبة عادت لمصلحة الريان، يبحثون في هذا المكان، لكنها إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى، نعم، لمصلحة السد. التسديدة الماضية في اللقطة الماضية، هنا الاستلام ومن ثم التسديد من أحمد، لكنها إلى ركلة مرمى، كان بينه وما بين سالم محمد المري. كرة إلى الجهة اليمنى لكنها إلى رمية تماس. الوقت يمضي ونتيجة المباراة لمصلحة السد بهدفين لهدف بعدما كان متأخر. تعود إلى الجهة اليسرى، كرة طويلة تنقل، تعود لدفاعات فريق السد هنا في هذه اللحظات، وبالتالي إلى ركلة مرمى، نعم، إلى ركلة مرمى. خفض الرتم في الدقائق الأخيرة، نتحدث عن أرقام هذا الموسم وقبل انطلاق هذه الجولة. هذا هو الهدف قبل انطلاق هذه الجولة، نعم، الجولة 13، كان لدينا 228 هدف، نعم،
من خلال 60 مباراة، بمعنى المعدل التسجيلي في المباراة الواحدة 3.8، بمعنى اقتراب لأربعة أهداف في المباراة الواحدة. أقوى خط هجومي كان هو الأهلي بـ40 هدف، والمفارقة الأهلي كان في الموسم الماضي أسوأ خط هجوم، وبالتالي تحسن ليصبح أفضل خط هجوم في هذا الموسم بـ40 هدف. هنا كرة تنقل إلى الأمام لكنها وصلت لمصلحة السد، مرة أخرى يحاولون وبالتالي تعود إلى الطرف الأيسر، هناك إلى مهدي سالم، مهدي سالم بنقلته إلى الجهة اليسرى، واحدة الثانية الاقتراب العرضية هنا بالرأس لكنها تبعد. بالتالي الموسم الماضي الأهلي كان أسوأ خط هجوم، كان أسوأ خط هجوم في الموسم الماضي بـ31 هدف، لكن الآن هو أفضل خط هجوم بـ40 هدف بمعدل 3.3، 3 أهداف وربع في المباراة الواحدة. أقوى خط دفاع هو الاتحال، بـ12 مباراة ماضية استقبل 4 أهداف فقط، ربع هدف في المباراة الواحدة، هكذا يقول المعدل التهديفي. هذه كرة إلى الجهة اليسرى تقطع من دفاعات فريق السد. أما أضعف خط هجومي في هذا الموسم هو أم صلال بـ10 أهداف، بأقل من هدف واحد في المباراة الواحدة. أضعف دفاع هو أم صلال كذلك، استقبل 46 هدف. راية 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 في هذه اللحظات من المساعد الأول علي سويدان. نتحدث عن دقيقة واحدة يا أيها الكرام، هكذا يقول حكم المباراة فهد الجاسم بإشارة الحكم الرابع محسن يحقوب. هؤلاء الصغار الذين يتابعون ليتعلمون، وهم زهور المستقبل، ليتواجدون على مستوى أرضية الميدان ليقدمون أفضل ما لديهم. كرة إلى الأمام، أضعف خط هجوم ذكرت لكم، أو أضعف خط دفاع ذكرت لكم بأن أم صلال سجل في مرمى 46 هدف لحد الآن، والمعدل معدل التسجيل في مرمى 3.8، بمعنى 4 أهداف إلا شيء. تحدث عن الفريق الذي لم يهزم لحد الآن هو الاتحال، والفريق الذي لم يتعادل لحد الآن هو معذر والاتحال في هذا الموسم، وبالتالي الفريق الذي لم يفز لا يوجد هناك، كل الفرق انتصرت في هذا الموسم. كرة إلى الجهة اليسرى، هذه أرقام هذا الموسم، كرة من الطرف الأيسر لكنها قطعت، والصافرة أتت يا أيها الكرام، جاءت من قبل فهد الجاسم. أحبتي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، شوط أول جميل، نعم تقدم الرهيب أولا، عاد الزعيم أخرى عن طريق اللاعب عبد الرحمن الدوسري. هذه أهداف الشوط الأول، شاهدت لكم هدف أحمد الراوي الهدف الأول، وفي هذه المواجهة سريعا عاد نادي السد مثل ما ذكرنا من طلال شعيبي، وعبد الرحمن الدوسري هدف ثاني لصالح نادي السد. ينتهي الشوط بتقدم السد بهدفين لا شك. دكتور حارس، الفرقات بينت بعد الدقيقة الـ20، يعني من بداية المباراة أنا صار أنه السد يعني كان يشوف صعوبات في الأول 20 دقيقة، لكنه بعد الـ20 دقيقة استطاع أنه يرجع المباراة ويسجل هدفين. الهدف اللي سجله ريان يعني كان هناك عدم تفاهم بين الحارس والمدافع، وحتى أنه المدافع نايف حميد لاعب المنتخب متنرفز اليوم، حتى أخذ الإنذار في آخر الشوط. لكن على العموم أنه بعد الـ20 دقيقة ظهرت شخصية فريق السد، النقل الكرات السريعة، وشاهدنا يمكن حوالي 4 هجمات على نفس النسق. السد لعبه اليوم على جهة واحدة، على جناح واحد، هو جناح الأيسر كان جناح مهم فريق السد، واستطاع أن يصل عدة مرات، لكنه الجهة اليمنى يحتاج أنه تفعيلها. ده شوط كاملة لعب على الجهة اليسرى، على لاعب جيد طلال يزيدي الظهير الأيسر، وأيضا محمد سالم القريشي، وأيضا معاذ الوادي اليوم أيضا، وطلال قام يتنقل، طلال الشعيبي اللي سجل الهدف الأول. على العموم أنه العشر دقائق اللي بعد الـ20 دقيقة الفريق السد سجل هدفين، وكان ممكن أن يضيف، وهناك أيضا عدة هجمات جميلة فريق بصراحة السد، ممكن أنه يضيف لأنه خطوط متباعدة بالنسبة لفريق الريان، خاصة من الوسط ومن الدفاع. جميل، خلينا نتكلم احنا على أول 20 دقيقة كابتن، شو اللي صار في السد في أول 20 دقيقة؟ ليش الـ20 دقيقة الأولى
السد كانوا يعني العفو الريان منضبطين، فمساحات ما كانت متواجدة. الفريق راد حلول، انتقل على الجانب الأيمن عبد الله عبد القادر مغصيب، لكنه بصراحة مهارته جيدة لكنه الناحية البدنية عنده يحتاج إلى التفعيل. بعد العشرين دقيقة انتقل إلى الجهة اليسرى ووجد فيها المساحات ووجد فيها الحلول وكان خطر بصراحة. لدقيقة 45 هو كان ممكن أن يضيف عدة أهداف من الجهة اليسرى. جميل كابتن يوسف. بالنسبة للشوط هذا الشوط صراحة الشوط كان طبعا السد هو مسيطر على الشوط كامل يعني من بداية أول عشر دقائق، ولكن بعد الهدف تلقي الهدف سواء الخطأ من إرجاع الكرة من خطأ من الحارس، عدم تقدير وعدم سوء تفاهم مع المدافع، استغل أحمد الراوي سجل الهدف، وبالتالي من بعد الهدف بدأ السد خلاص بدأ عرف انه لازم هو يسجل هدف ويرجع للمباراة. وفعلا بس بداية جيدة لانت ريان كابتن، يعني على الارقام اللي ذكرناها بالنسبة لتفوق هذا السد، واذا ما قارنا امكانيات الفريقين والنجوميه الموجوده بالنسبه للعيبه كانت بدايه جيده لنادي الريان في الشوط الاول. بدايه فقط لان السد كان ما حتى الان ما دخل اجواء المباراه، ولكن موجود الحلول جانب، وبالتالي اعتقد مع بس مع مرور الوقت عرف السد انه المفروض لازم هو يسجل يبادر بالتهديف، وفعلا هذا اللي صار، سجل الهدف التعادل ومن ثم رجع سجل الهدف الثاني، وجاته اكثر من فرصه صراحه، اكثر من فرصه اللي كان ممكن يسجلون السد يضيف هدف ثالث ورابع. وبالتالي يعني الحلول بالنسبة للريان غير موجودة يعني صراحة، سواء هاي من الكرة ثابتة يعني ما في حتى على المرمى إلا الكرة وحيدة من خارج 18 مسافة بعيدة عن الجول، والهدف اللي جاي فقط. أي هجمات الحلول الهجومية بالنسبة للريان معدومة بشكل كبير. هذه بالنسبة يعني الفرص الهجوميه او الحالات الهجوميه. الحين الريان في الجانب الشق الدفاعي كابتن، يعني اذا انت قد تلعب قدام السد لابد انك توازن شوي وتلعب على امكانياتك، يعني قد ما تقدر انك ما تاخذ اهداف من السد. مهما كان يعني السد عنده امكانيات كبيره، وخاصه يعني حتى مهدي حتى لما ظهر في حالته يعني بس مرر تقريبا ثلاث كور اللي تقريبا عاصمه اللي ممكن يسجلون فيها، وفي واحده تسجل فيها هدف يعني تسبب فيها الهدف. اعتقد ان العناصر الموجوده في الريان تحتاج لعمل كثير يعني مقارنه باللاعبين السد اللي موجودين. يعني اعتقد السد لو زاد رفع الرتم شوي وسرع اللعب اعتقد هو قادر انه يضيف الهدف الثالث والرابع في ظل صحيح في تكلفة الدفاع وعدد كبير من الريال موجودين، ولكن بدون فعالية يعني بدون رقابة بدون شراسة مش موجودة في الريان. يعني والله شوف كابتن، أنا أشوف الريان عندهم يعني نوعية لاعبين يعني جيدة، لكنه العمل الجماعي أبد. يعني شوف مثلا أساء ضربة فاول راس اللعبة على، يمكن يجب أنه يكون عمل جماعي يعني مثلا فعلا في الفئات الأعلى مثلا الناشئين والهاي تحتاج والشباب تحتاج إلى اللعب الجماعي، اللعب التكتيك مثل ما بداية الحلقة تفضلت وهينا النقطة اللي تكلمتوا فيها بس ما طولنا فيها اللي هي عمل التكتيك، هل هو التكنيك ولا التكتيك؟ لا هو أصل التكتيك هذه تحتاج عمل التكتيك العمل الجماعي هذا المهم يمكن غايب شوي عن هسه العفو يعني المهارة تحت الضغط، وأيضا اللي من المهارة تنتقل إلى العمل الجماعي يعني يخدم العمل الجماعي. مثلا هاي الكرة اللي ضربها فاول كان يقدر يلعب بها وينزل، لكن هي تغيير ذهنية يعني ذهنية بصراحة اللاعبين الريان تحتاجون إلى تفعيل الذهنيه تفعيل العمل الجماعي، لكن عندهم نوعيات لاعبين جيده. دليل كتكنيك الحين ما عندنا كلام بالنسبه لنادي الريان، كل لاعب عنده تكنيك وخذ جرعات خذ الجرعات من الفئات السنيه، ولكن يوصل هذه المرحله اتوقع محتاج لعب جماعي اكثر، لعب فني اكثر. يعني اول عشر دقائق ابد ما وصلوا الهدف ما وصلوا يعني الا كره من بعد دشاته، اول عشر دقائق ما وصلوا حتى شوط كامل اعتقد ما في هجمات منظمه، لكن الريان احرز هدف وحيد كابتن عن طريق احمد الراوي، نشوف ياكم هذا الهدف. قلت ما قلنا هو بالنسبه لاحمد لاعب ممتاز يعني حتى لعب مع الشباب، بس المجموع اللي معاه تقريبا ممكن اختلف شوي مع كابتن هارس انه صحيح عناصر موجوده، ولكن شوف استغلال الفرصه وقرايته للعب بالنسبه لاحمد لاعب ممتاز يعني اعتقد انه خامه ممتازه، وحتى شوف هاي ميز قاعد يقرا ايش اللي قاعد يصير في الوضع، استغل خطا الحارس لو لا ثاني ممكن يروح اي اتجاه ممكن يطوف الحارس حتى، ولكن هو وقف استغل اول شيء طلب التمرير، شوف حركته شلون يطلب الكره للامام، وضع جسمه 100% ممتازه، شوف الحين طلب الكره والمرر
شوف انا صحيح انه ما هو حق شوف خفف من سرعته عارف خفف من سرعته الكره ايوه خفف من سرعته عرف انه ممكن يصير خطا واستغل على طول ينتظر على طول يعني صحيح ايضا كان حمد المري موجود يعني مع احمد هشام سعود العبيدي لاعبين جيدين لكنه ما متفاهمين يعني مثلا الحين انطلقت الكره الوسط حمد المري الكاخن بعيد يعني واقف لازم بينطلق معاه فتعرف هاي عمل ذهني يحتاج فريق الريان على العموم انه اليوم فريق الريان فريق السد دخلوا جو المباراه بعد الدقيقه العشرين كان عندهم حوالي 4 فرص بنفس في العمق في جهه اليسرى اللاعبين اكبر عدد قام يصلون 5 و6 لاعبين هذا عمل جماعي جيد بصراحة السد يعني فريق ممتاز بصراحة على الرغم من أنه هناك بعض الأخطاء في الناحية الدفاعية بسبب أنه سرعة أحمد أو حمد المري أو سعود لكن اليوم الشعيبي قدم مستوى طيب في الشوط الأول جميل نشوف الهدف السد هدف التعادل عن طريق طلال الشعيبي اللي قدم اليوم مستوى طيب مثل ما ذكر الدكتور وأحرز هدف التعادل بالنسبة لنادي السد كابتن حارس عندك العفو شوف هاي الثالث لمسة رابع لمسة من جهة كل انطلاقاتهم من الجهه الاخرى العدد عدد اللاعبين الان صاروا 6 في الناحيه الهجوميه وواحد وراهم 7 شوف الفراغات اللي احنا قلنا فراغات كبيره يعني بالنسبه للريان يعني عمل جماعي يحتاجون الفريق في الناحيه الدفاعيه الريان اكيد فهم وذهني طلال هو اللي اللي لعب الكره الطويله ما شاء الله طلال وهو اللي سجل هدف داخل 18 لاعبين بصراحه من جهه اليسرى يشتغلون شوف حتى 3 على 2 في كل منطقه شوف تفوق فريق سد حولها على الجهه الاخرى عندهم 3 ضد 1 يعني من هناك 3 ضد 2 من هنا 3 ضد 1 6 لاعبين ويجيهم لاعب السابع ساند وشوف الفراغات طلال نفسه هو طلب الكرة بعد ما لعبها فشوف هاي يعني التحركات كابتن تكلم عنها يعني واللعب الجماعي اللي مطالبين انطلب فيها يعني 7 لاعبين في داخل منطقه جزاء على 5 لاعبين نعم هذا يحسب لنادي السد يعني بعد كره طويله العكسيه الجهه اليمين ومن ثم راح طلال طلب شوف الكثافه العدديه للسد موجودين من اكثر من لاعب تقريبا 5 لاعبين على منطقة الجزاء وبالتالي في نفس حتى الريان في عدد كثافة العددية ولكن الكثافة العددية بدون تنظيم تكتيكي أو بدون تنظيم من الدفاعي جميل نعيد الحالة بس كباتن نتكلم إحنا على الجانب الدفاعي بالنسبة لنادي الريان في الكرة الطويلة هذه وشكل المنظومة الدفاعية بالنسبة لنادي الريان كابتن بدأوا الكرة في وسط الملعب هذه التمريرة هذه التمريرة نتكلم عن تمريرة مهدي 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 للمرة صحيح مهدي ما بين يعني في اليوم في المباراة ولكن اعتقد المباريات القادمة بيظهر بشكل افضل بصورة افضل ولكن التمريرة اللي لعبها مش اول مرة لعب تقريبا 3 تمريرات أو 4 تمريرات بنفس الدقة نفس تمريرة الهدف الثاني الهدف الثاني نعم هذه الفرصة خلينا نتكلم عنها بعدين كابتن شوف شلون يعني هو اللعب المشترك بينه وبين اللاعب خطر وطلب الكوره شوف التمريره شلون يلعبها يعني قدر المسافه الموجوده بين الحارس وبين خط الدفاع وسرعه زميله لعبها بصراحه بطريقه هاي مش يعني انا فكرتها في البدايه نعم ولكن شفنا الثانيه والثالثه حتى الجول ان الحاله هذه تكررت وهي سبب الهدف الثاني نادي السد تكررت اكثر من مره قراءه جميله من لاعب 3 مرات تكررت 3 مرات تكررت هسه العفو نفس هاي الحركه دا تشوفون الكرات البينه لكنه تعرف اخر لقطه لو كانت تعاد هاي قبل هاي اللقطه اذا كنت بتتكلم عن تنظيم الدفاع هاي التنظيم الدفاعي بالنسبه لنادي الريان كابتن هدف التعادل التنظيم يعني ما استطاع حتى تاخيرهم بالرجوع اخطائهم في الناحيه الدفاعيه اسنادهم غلط ابتعادهم واحد عن الاخر فطبعا يعني عندهم اخطاء كثيره بصراحه لكنه فريق السد في اللقطه اللي تتكلم عليها كابتن يوسف وصلوا 8 في داخل منطقه الجزاء نبي نشوف الدقيقه 10 هذه كابتن هاي شوف الكره عمليه شوف الدوران لاعبين شوف الدبل باس والكره البينيه شوف التحرك من غير كوره كابتن نعم شوف اللاعب يسحب معاك مدافع شوف 6 على خط 1 يلعبون فتحوا المساحات احنا قبل المباراه قلت له السد راح يفتحون على الجوانب الان اذا شفت عندهم اذا راح تبين الكره 8 موجودين شوف العمق حتى هاي المعرفه الذهنيه انه العمق في الناحيه الدفاعيه الريان يعني قليله عدد اللاعبين 8 لاعبين متواجدين الان في منطقه ضيقه فيقدرون يلعبون بسهوله بصراحه السد يعني هناك اشياء حلوه بصراحه شفناها في الشوط الاول
جمل تكتيكيه جميله بالنسبه لنادي السد كلعب جماعي كتحرك كاستراتيجيه ذهنياتهم ايضا حلوه. الريال انقصها الكثير اتوقع كابتن يوسف كل امانه. يحتاج خاصه من تنظيم الدفاع ومن النواحي التكتيكيه اللي يسمى تنظيم الدفاع يحتاج الى مثل مثلا الهدف اللي جه او الفرصه اللي ضاعت هذه تقريبا 6 لاعبين من السد او 5 لاعبين موجودين على خط واحد. والريان صحيح اللعيبه واقفين ما عدا لاعب واحد هو اللي مبطل الاوفسايد وبالتالي اعتقد نفس الشيء حتى لو نشوف احنا الكره هذه حتى المدافعين واقفين في مدافع واقف امام الحارس في منطقه الست يارده واعتقد هذا يعني يحتاج الى عمليه اعاده يعني ترتيب شوف اللاعب اللي واقف قدام الحارس شوفه في لاعب او لاعبين احنا في منطقه الست يارده دائما احنا نقول للمدافعين بعد ما تخرج الكره باسرع هاي تطلع الكره والفريق كله يطلع برا عشان تفتح مجال للحارس رؤيه عنده اكثر وفي نفس الوقت اللعيبه اللي كانوا موجودين في السد في موقعيه التسلل. اعتقد انه يحتاج شوي يحتاجون عمل جماعي اكثر في الناحيه الدفاعيه واخراج الكره من منطقه الجزاء. من الناحيه الهجوميه كابتن. من الناحيه الهجوميه اعتقد بس فقط هو احمد موجود في الهجوم صحيح 25 و7 موجودين على الاطراف، انا قلت لك لازم ما يلعب 4-3-3، يلعب 4-3-3 هي طريقه هجوميه ولكن انت مقابل السد ما تنفع قدام السد لازم تلعب تكثف في النص تلعب 5 في النص على الاقل او تلعب براس حربه واحد ومعاه في الخلف لاعب، اذا كان المفروض عندك عناصر اللي يسوون هجمات مرتده ممكن، ما عندك تعمل عمليه تنظيم نقل الكره من الوسط بسلاسه لغايه ما توصل الهدف. هاي اللي ما شفناه صراحه في الريان، يعني خلينا نكون واقعيين، يعني احنا صحيح نقول في عناصر في الريان ولكن الشوط هذا يدل على ان الحلول مفقوده بالنسبه للريان ناحيه الهجوميه. اللاعبين جيدين كابتن ما تكلمنا عنها الحلول الريان عنده لعيبه جيدين ولكن توظيفهم ربما لم يوفق انت ريان توظيف اللعيبه واللعب الجماعي. حمد المري وسعود ما قدروا يتفاعلون مع سالم المري ومع حسن الغريب، يعني حسن غريب دائما هو بوحده متواجد، البقيه يعني واحد بالشرق وواحد بالغرب. اللاعبين اللي معاه يعني ما يعرفون ينقلقون الى الامام بحيث انه يسترجعون الكره، استرجاع الكره صار صعب عليهم لانه مسافات واذكياء بصراحه سد. هاي اللقطه واحده من 3 لقطات اذكياء سد انه فتحوا المجال اللعب الى ابعد ما يمكن، يعني 6 على خط 1 من خط عرض الى خط عرض اخر. انا اتصور انه يعني كل ما تمضي المباراه راح يصير هاي اللقطه بصراحه يعني مميزه، الفريق دا يفتح من خط الى خط اخر مفتوحه يعني وبهذا بحيث انه يدفع الكره البينيه الحين صارت سهل فعلا من خط لخط يعني نعم. على كامل عرض الملعب من يفتح خط لخط راح يصير الكرات البينيه سهله. ف يعني 8 لاعبين وصلوا الى المنطقه الساخنه الفريق الريان. الشوط الثاني كابتن يوسف اعتقد السيناريو نفس الشيء، الامور بتمشي لصالح السد خاصه ولكن السد لازم يكون اكثر حرص انه يسجل الهدف الثالث في اسرع وقت والريان يحاول انه ما يتقبل الهدف. يعني دكتور يمكن يعني كل ما يمضي اللعب السد راح يمكن اللياقه البدنيه تسعفهم، ايضا النواحي العمل الجماعي اكثر راح يصلون اكثر، وصلوا حوالي 5 مرات مقابل مره واحده لريان في الشوط الاول، انا اتصور الشوط الثاني راح يزيدون الغله. المفترض اللي يعمل عليه كابتن ريان في الشوط الثاني؟ يعني يجب انه يغلق منطقه ويعتمد على المرتد، لكنه المشكله عند الوسط خط الوسط كله وخط الدفاع متباعدين، يعني هاي يعني احنا الان 13 اسبوع والفريق ما فاهم الواجبات. انا كان ودي والله اتكلم على دكه الاحتياط اللي ممكن نشوف حلول ولكن كعناصر موجوده في ارضيه الملعب هي كافيه يعني ممتازه بالنسبه للنادي الريان او حتى بالنسبه للنادي السد، ولكن تفعيل الاسماء في ارضيه الملعب واللعب الجماعي هو ربما ما ينقص نادي الريان. على العموم نتمنى احنا ان شاء الله التوفيق للفريقين وشوط ثاني اجمل ما شاهدناه في الشوط الاول. نرجع على مصطفى ناظم تعليق على ما تبقى من التلقات، تفضل مصطفى.
شكرا لك زميلي إبراهيم الكواري هناك في الاستوديو التحليلي، أنت والكباتن الكرام. أحبتي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، عدنا معكم إلى مجريات الشوط الثاني بعدما تركنا الشوط الأول بنتيجة التقدم لمصلحة السد بهدفين لهدف بعدما تقدم الريان أولا بهذه المباراة، لكن مفاجآت السد والذي من خلال هذه المباراة والشوط الأول عرف كيف أن يقلب هذه الأمسية ونتيجة هذا اللقاء ليتقدم بهدفين لهدف، وبالتالي ها هو الجزء الثاني من سيناريو هذه المباراة. ينطلق لنتابع ونشاهد ماذا سيحصل هنا وأي سيناريو سنتابعه، وبالتالي من هناك هل يا ترى للسد ستستمر زعامة النتيجة أم للرهيب سيعود ويسجل؟ لنتابع ونتحدث عن 45 دقيقة في هذه الأمسية، نتحدث عن 3 تغييرات الله على كرة وصلت إلى الأمام، لكن بأول لمسات عبد الله محمد إبراهيم حارس مرمى السد في اللقطة الماضية ليبعدها إلى رمية تماس. هناك من يسقط على أرضية الميدان ألا وهو نتابع بصفوف فريق السد. نعم هناك سقوط على أرضية الميدان ألا وهو طلال عبد الله اليزيدي، سلامات لطلال. هناك 3 تغييرات كانت ما بين الشوطين ألا هو التغيير الأول كان دخول محمد أو عبد الله محمد إبراهيم حارس مرمى السد بدل من الحارس الأساسي عبد الله حسن العمادي. أما على مستوى فريق الريان فالريان كان لديه تغييرين، نتحدث عن دخول سعيد جابر عفيفة وناصر راشد الهاجري، هؤلاء نتحدث عن لاعبين هم تحت 15 عام وليس تحت 16 عام. نعم واللاعبين الذين خرجوا حمد متعب المري والتركي حمد المري، وبالتالي هذه هي التغييرات التي أجريت ما بين الشوطين والتي قام بها كارلوس باكوس وسليم الحبيب التربي هناك ما بين الشوطين. فبالتالي ماذا سيكون الشوط الثاني؟ ماذا هو سيناريو الشوط الثاني؟ ماذا سنتابع في الشوط الثاني؟ بالتالي هل الذين دخلوا إلى أرضية الميدان سيغيرون الكثير في هذا اللقاء أم سيستمر سيناريو الشوط الثاني سيناريو الشوط الأول ويكون الشوط الثاني هو مكمل له بنفس السيناريو؟ نتابع في هذه الأمسية. هنا كارلوس باكوس، الكرة التي تصل في منتصف الميدان، تأتي صفرة حكم المباراة التي أعلنت خطأ في هذه اللحظات لمصلحة السد من الجهة اليسرى، كرة من الطرف الأيسر لمصلحة فريق السد، يبحثون ويتقدمون هناك في المنتصف ثم إلى الطرف الأيمن باستلام من الجهة اليمنى، لكنها إلى رمية تماس، إلى رمية تماس في هذه اللحظات. يعني اليوم ما نتابع ونشاهد أن الصغار يجلسون ويتابعون من على مدرجات ملعب المباراة، يتابعون هذه الأمسية، يراقبون هؤلاء الشباب، هذا أمر ممتاز حقيقة. إذا إلى التماس من الجهة اليمنى لمصلحة فريق الريان، واصلة في منتصف الميدان ثم تبعد، لا زالت داخل المستطيل وحكم المباراة يقول إن هناك تماس لمصلحة فريق الريان من الجهة اليمنى. وهنا ما نشاهد ألا وهو سليم الحبيب بنظرة لهؤلاء الصغار ليأخذ بيدهم إلى الانتصار وينافس على الصدارة. إذا الكرة من الطرف الأيسر، هنا تنقل عادة إلى جهتها اليمنى، تماس رياني، كرة الريانية، المحاولة الريانية تنقل هنا بمواجهة المرمى، لكنها أوب، الله 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 الله، فكرت في الوهلة الأولى إنها أبعدت، لكن استغل كرة أحمد وتقدم أحمد، لكن راحت كرة أحمد بعيدة 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 إلى 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 ركلة مرمى. نعم بالتالي لتبقى نتيجة المباراة كما تشاهدونها الآن، والريان كان قريب بأول محاولات هذا الشوط أن
يسجل هدف التعادل. إلى الطرف الأيمن للسد هنا باستلام، تنقل إلى داخل منطقة الخطر. الله الله، اقتراب محاولة هنا، مهارة فردية هنا، المهارة الفردية لكنها أبعدت إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية هكذا يقول حكم المباراة. نعم بالاستلام داخل المنطقة المنطقة نعم، وبالتالي من هناك كان بالإمكان يعني في المهارة الفردية، لكن الإبعاد جاء من دفاعات الريان وإلى ركلة ركنية من الجهة اليسرى، تنفذ بشكل قصير، استلام من الجهة اليسرى مرة أخرى تعود لمصلحة فريق الريان، وتأتي صافرة حكم المباراة التي تعلم من هناك إن خطأ لمصلحة فريق الريان. للرهيب هذا هو الخطأ. نعم وركلة حرة ريانية حمراء في هذا اللقاء هنا عن طريق القائد والكابتن بالنسبة للريان ألا وهو ناصر حمد الشافي. ناصر وكرة تعود هناك في منتصف الميدان مرة أخرى. الريان يتقدم، الريان يبحث في هذه اللحظات، التدخل في اللقطة الماضية من الدفاعات تعود إلى حارس المرمى عبد الله. عبد الله نقلة إلى طلال عبد الله اليزيدي من الجهة اليسرى، نقلة إلى زميل الآخر عبد الله عبد القادر. يحاول عبد الله عبد القادر هل سيقدر بالمرور، لكن تبعد الكرة من أمامه إلى رمية التماس هنا عن طريق ناصر حمد أو ناصر حمود آل شافي. بالتالي تماس من الجهة اليسرى، تماس من الطرف الأيسر. نتحدث عن السد في هذا الموسم، السد مع هذا الهدف أصبح لديه مع الهدفين أصبح لديه 35، لكن المعدل بالنسبة للسد قبل هذه المباراة كان 2.7. تحدث عن 3 أهداف إلا ربع هدف من خلال 12 مباراة سابقة ب 33 هدف بالنسبة إلى السد. أما من هناك بالنسبة إلى الريان فكان لديه 14، وبالتالي الريان من هناك كان لديه 14، وبالتالي معدل التسجيل بالنسبة إليه 1.1، بمعنى هدف واحد في المباراة الواحدة، وهو يسجل اليوم هدف في هذا اللقاء. بالتالي أما عملية الاستقبال لكن بعد هذه المحاولة هناك جاءت الراية من المساعد الثاني عيسى بدر في هذه المباراة لتوقف المد الهجومي السداوي. هنا أجزاء حقيقة، أنا أعتقد أن هناك تسلل، أعتقد على عبد الرحمن فيصل، بالتالي أجزاء لم أكن خاطئ حقيقة في التقدير للقطة الماضية، لكن يبقى قرار حكم المباراة هو سيد الموقف. وصل هنا في منتصف الميدان إلى الجهة اليسرى، تأتي صافرة حكم المباراة معلنة أن هناك خطأ من الجهة اليسرى لمصلحة الريان. نعم ذكرت لكم السد أصبح لديه 35 هدف، الريان 15 هدف، الاستقبال السد استقبل 13 هدف لحد الآن في هذا الموسم، أما الريان فهو استقبل 37 هدف مع الهدفين التي شاهدنا الهدفين اللي شاهدناهم في هذا اللقاء. تعود هناك لدفاعات فريق السد ومحاولات السد، تنقل الى الجهه اليسرى هنا السداويه، استلام بالنسبة لعناصر السد طلال عبد الله اليزيدي وكرة التي تطول من هناك لكنها تبعد إلى رمية تماس من الجهة اليسرى. نتحدث عن الهدافين في هذا الموسم، فإن مهدي سالم هو بالصدارة لاعب السد ب 19 هدف، مركز ثاني مبارك شنان العبد الله لاعب الاتحيل ب 14 هدف، مع عيسى عبد الباسط النجار من الاهلي ب 14 هدف، اما المركز الثالث الا وهو محمد عماد علي نعم ب 11 هدف
من الأهلي، هؤلاء الهدافون. إذا كرة من الجهة اليمنى، لكن تأتي الراية من المساعد الثاني في هذه المباراة، ألا وهو عيسى بدر، معلن إيقاف المد السداوي في اللحظة الماضية. لو ذكرنا جدول الترتيب في هذا الموسم بأننا نتابع أن الإدحيل بالصدارة 36 نقطة، الثاني السد 38 نقطة، أما الثالث الأهلي 38 نقطة. يرجو يتمنى يطلب أن يتعثر السد في هذه المباراة، نعم، كي يرتقي إلى الوصافة. محاولة من الطرف الأيسر، نعم، الضغط على حامل الكرة وبالتالي التمرير إلى الجهة اليمنى لمصلحة فريقي الريان، نعم، بعدما قطعت، لكن بالوهلة الأولى كانت سداوية. إذن هنا المحاولة الريانية بعد السقوط على أرضية البيدان، وجاءت الصافرة معلنة إن هناك خطأ. الكرة الثابتة من الجهة اليسرى لمصلحة فريق الريان، الريان ينتظر لأن يسجل، نعم، وينتظر محاولة يسجل، وبالتالي جاءت عن طريق كرة ثابتة، وبالتالي هل ستستثمر هذه الكرة؟ لنتابع ونراقب ونشاهد. أحمد هو من يقف على هذه الكرة الثابتة. بعد ذلك نعود إلى سلم الترتيب، أحمد ينظر، كرة تنقل لكنها طالت وبعيدة إلى ركلة مرمى، وكان بالإمكان أن تلعب على الرؤوس في اللقطة الماضية بعدما لعبت بشكل مباشر على الخشبات الثلاث. هذه هي الكرة الماضية. يعني يا أحمد، يعني ما نشاهده الفترة الأخيرة أنه يجيد الكرات الثابتة، لكن اليوم أكثر من كرة أهدرها أحمد، وبالتالي يجب أن يركز قليلا على الكرات الثابتة، وبالتالي إلى حراسة المرمى تعود الآن. يعني عندما أتحدث بهذا القول لأنه كرات أحمد تكون بعيدة في هذه المباراة، لم تكن بالقرب، يستطيع أنها كانت خطر، لكن لا، بعيدة عن الخشبات الثلاث، وبالتالي يجب أن يكون دقيق أكثر لأنه يمتلك قدم رائعة على الخشبات الثلاثة حقيقة، وما لاحظناه في المباريات السابقة. إذن كرة واصلة هنا في منتصف الميدان، سلم الترتيب ذكرت لكم، الإدحيل بالصدارة 36 نقطة، السد بقيادة هذا المدرب 28 نقطة، الأهلي 28 بالمركز الثالث، الرابع هو للغرافة للفود 23، أما الخامس وهو معيدر 15 نقطة، السادس قطر 15 كذلك، السابع الوكرة ب 12 نقطة، الثامن الريان بستة نقاط، التاسع العربي بخمسة نقاط، ومن هناك العاشر أم صلال بأربعة نقاط. وتعلمون لو هزم الريان في هذه المباراة وانتصر العربي وأم صلال في هذه الجولة بأن الريان سيتراجع إلى المركز الأخير من الثامن إلى العاشر، وبالتالي يجب أن يحافظ على مركزه ويجب أن يقدم ذلك المستوى بالنسبة لفريق الريان عندما يواجه هنا السد، والذي لديه الأمل بأن يتعادل في هذه المباراة. إذن هنا الكرة إلى الطرف الأيسر، تنقل إلى الأمام، استلام من الجهة اليسرى، البحث في هذا المكان لكنها إلى ركلة ركنية، هكذا يقول حكم المباراة في هذه اللحظات، من الجهة اليسرى لمصلحة السد. هناك الكرات الثابتة من الطرف الأيسر لمصلحة السد، الكرة التي تلعب بشكل قصير هنا لمواجهة المرمى، كرة جول، الله على المحاولة الماضية التي ذهبت إلى ركلة مرمى، عادت إلى الجهة اليسرى لمصلحة فريق الريان الرهيب، يحاول يتقدم، تمريرة إلى الطرف الأيسر، لمسة واحدة جميلة، الثانية في أي مكان، قطع الشوط لكنها قطعت من أمامه، عادت هنا في منتصف الميدان، سقط على أرضية الميدان، لتأتي الصافرة معلنة أن هناك خطأ بعد سقوط حسن محمد الغريب على أرضية الميدان، ومهدي سالم كذلك.
أنا تحدثت عن أرشيف الدوري، قلت بأن السد حقق الدوري توالي بالتوالي لمرتين، مرة أربعة مرات على التوالي ومرة ثلاثة مرات على التوالي، يعني هيمنة من 2008 2009 إلى 2011 إلى 2012، عاد ليهيمن من 2017 من 2016 إلى 2017، تالي هل سيسلب اللقب من السد في هذا الموسم؟ نحن ننتظر ونتابع وما يحصل في هذا الموسم. أما على مستوى بطولة الكأس الموسم 2008-2009، تحدث عن آخر 10 مواسم بأن ابتدأها هناك السيلية كبطل، بعد ذلك السد، ثم العربي، ثم قطر، ثم الوكرة، ثم الغرافة، ثم الغرافة، ثم السد والسد والسد والغرافة، بمعنى إن السد 4 مرات بآخر 10 مواسم، والغرافة 3 مرات بآخر 10 مواسم، وقطر والوكرة والسيلية والعربي لكل فريق لقب واحد، نعم بالمواسم العشرة الأخيرة أو لا الـ11 الأخيرة وليس العشرة، الـ11، تحدث عن 11 موسم أخير لمستوى الشباب، وبالتالي هذا هو الأرشيف. وما نلاحظه بآخر 11 سنة بأن السد يتسيد 4 على مستوى الكأس و8 على مستوى الدولة، وهذا المؤشر الذي يقول لك بأن السد واحد من الأرقام الصعبة على مستوى هذه البطولة. هناك سيكون تغيير بصفوف السد بدخول عبد الرحمن إبراهيم الفرج، وهو سيكون التغيير الثاني بصفوف فريق السد في هذه المباراة. إذن الكرة إلى الطرف الأيمن، كذلك سيكون تغيير رياني، محاولة سد تأوية، الله 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 الله، وأنا أتحدث عن زعامة هذا الفريق، وإلا هم يؤشرون من بعيد، هم يؤشرون من بعيد، يقول سنضع لك بصمة على كل ما على كل ما قلت بأنه صحيح، ونحن نتسيد في المواسم الماضية، ونحن الأبطال، ونحن نهيمن، ونحن نعتلي المنصات دائما، نحن السد، السد وإلا فلا، السد وإلا فلا، لا السد وإلا فلا، الأبيض يسجل، الأبيض يهيمن، الأبيض يسيطر على نتيجة هذه المباراة بمواجهة الريان، ويعود بنا إلى الموسم الماضي عندما تقدم بثلاثة أهداف لهدف أمام الريان، نعم لإياب الموسم الماضي، ها هو السد يتقدم مرة أخرى بثلاثة أهداف، بثلاثة أهداف، خروج عبد الله عبد القادر ودخول عبد الرحمن إبراهيم فرج، خروج محمد حسن الحبابي بصفوف الريان، ودخول حمد حمود البرغش، أصبح من هناك ثلاثة تغييرات بصفوف فريق الريان، ونتحدث عن تغييرين بصفوف فريق السد. إذن الكرة من الجهة اليسرى، هذا هو الاستحواذ، هذه هي السيطرة، هذه هي سيادة فريق السد، 58% أمام 42، ونتحدث تقريبا ساعة والمتبقي المتبقي من هناك، تحدث عن ما يقارب 26 دقيقة، وها هي زعامة هذا الفريق الأبيض وسيطرته في هذه الأمسية، وهذا الأمر الممتاز حقيقة، هذا الأمر الممتاز. المباراة هنا تشتعل، المباراة هنا تشتعل، كما إن هناك تشتعل منطقة المربع الأمامي بدور نجوم كيو أن بي، لأننا نلاحظ بأن الريان في المركز الثاني ب31، السد المركز الثالث ب30، وكذلك الإدحيل يهيمن ب33، وبالتالي على مستوى دوري نجوم يو ان بي، وما نلاحظه بالتالي هم يقتربون من بعض، والسد بإمكانه لو تعثر فريقين يحتل الصدارة، فارق 3 نقاط يتساوى مع الإدحيل،
وكذلك الريان بإمكانية التصدر ولكل الفرق الصف الأول ثلاثة مراكز المشتعلة. هناك بطور الحديث عن دور نجوم كيو ان بي الذي تشتعل مقدمة الترتيب كما اشتعلت هذه المباراة. المحاولة من الطرف الأيمن جول لكنها راحت ولا زالت قائمة. يحاولون يقتربون مرة أخرى لكنها إلى الجهة اليسرى. استلام في منطقة نادي الريان للطرف الأيمن تنقل استلام من الجهة اليسرى بعدما قطعت والكرة المرتدة إلى الأمام لمصلحة الريان لتعود إلى حارس المرمى. نعم إلى الحارس الذي دخل في الشوط الثاني عبد الله محمد للطرف الأيسر. أرى من هناك سعود خالد العبيدلي وخارج المستطيل خارج المستطيل. نعم لأنه تعثر وسقط على أرضية الميدان بعد تدخل وها هو يستعد ليدخل إلى أرضية الميدان. لحظة من هنا شد الذي أصاب سعود خالد العبيدلي وترك على أثره أرضية الميدان مؤقتا وها هو يعود. سلامات هكذا أمور لا نتمنى أن نشاهدها حقيقة ولا نتمنى أن نلاحظها حقيقة لأنها مهمة أهم من سيناريو المباراة برمته ونتيجته وماذا يأتي به. سلامة هؤلاء اللاعبون الشبان الصغار والمستقبل أولا في هكذا أمسيات. ولاحظ بأن هناك سيكون تغيير بصفوف فريق السد للزج بعبد الله نواف الصليطي إلى أرضية الميدان ويا ترى سيكون بدل من أعتقد يعني واحد من آباء اللاعبين يراقبون يلاحظون يهتم بمستقبل أولاده وبالتالي يريد أن يراهم في أفضل مكان يقدم لهم ما يستطيع ليشاهده واحد من النجوم نعم. وبالتالي كل الآباء يرتجون وأنا على يقين بأن كل الآباء هم يتابعون هذه المباراة ويحرصون على مستوى أبنائهم. محاولة لكنها إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق الريان. هذه محاولة السد وهذه هي كرة محمد سالم. محمد سالم سلمت شباك الريان من كرته في اللقطة الماضية وإلى ركلة مرمى. عادت إذن هناك إلى الجهة اليسرى للسد استلام عرضية قريبة من المنطقة دوران نعم في مكان مناسب استخلصها لنفسه وسقط على أرضية الميدان ولا زالت قائمة بعدما خرجت وإلى ركلة مرمى. هكذا يقول حكم المباراة المساعد الثاني لكن حكم المباراة اختار بأنها ركلة ركنية وبالتالي ركلة ركنية. حكم المباراة كان أقرب حكم الساحة. نعم إذا تنفذ الركنية ودخلت إلى داخل منطقة الخطر لتعود إلى الجهة اليمنى لمصلحة فريق السد في هذه اللحظات. الموسم الماضي السد تصدر ب 42 نقطة كان خلف الاتحال ب 39 نقطة بفارق 3 نقاط. نعم أما الريان كان في المركز السادس ب 23 نقطة. محاولة من الطرف الأيمن لكنها إلى ركلة ركنية. الموسم الماضي كان هناك 466 هدف خلال من خلال 90 مباراة بمعنى المعدل 5.1 أهداف في اللقاء الوحيد. أمر ممتاز. تحدث عن 5 أهداف في اللقاء الوحيد أمر ممتاز جدا في هذا الموسم. أتحدث عن 228 حصيلة تهديفية قليلة جدا مقارنة بالموسم الماضي حتى وأن ينتهي هذا الموسم المتبقي بالنسبة له 6 جولات. هنا التقدم للسد الانطلاقة للسد المحاولة للسد الأبيض يتقدم الأبيض يحاول لكنها من هناك إلى رمية تماس في هذه اللحظات. نعم إلى رمية تماس بيضاء في هذه اللحظات من الجهة اليسرى تنقل استلام التقدم الاقتراب تنقل إلى داخل منطقة الخطر لكنها أبعدت وعادت لمصلحة الأبيض. الأبيض يحاول الأبيض يقترب قطار الأبيض سريع قطار الأبيض سيسجل. الله كرات السد وما أخطرها على المرمى كرات السد
السد وما أخطرها على المرمى، كرات السد وما أرعبها على المرمى، راحت وباللحظات الأخيرة، أبعدت وباللحظات الأخيرة، أزالوا الخطر باللحظات الأخيرة، الركنية تنقل لا زالت، وبالتالي إلى ركلة مرمى. هكذا يقول حكم المباراة. وإن هناك تغيير، عبد الله زيد السعدي وهو أو لا حمد فهد البلوشي وهو التغيير الرابع بصفوف في فريق الريان، وحسن محمد الغريب ومن يترك أرضية الميدان، يترك أرضية الميدان حسن محمد الغريب، كرة في منتصف الميدان تنقل مرة أخرى للريان، تعود استلام لأحمد، يحاول يصارع ينافس على كرة، لا يريد أن يفقد هذه الكرة، لا زالت بحوزة، برافو مرة أخرى، هنا التدخل وبرافو باللحظة الأخيرة هناك إلى مدافع السد ألا وهو طلال عبد الله، وبالتالي الإبعاد وتعود إلى الجبهة اليمنى لمصلحة فريق السد، ومن ثم إلى رمية التماس، إلى رمية التماس في هذه اللحظات من الجهة اليمنى، كرة واصلة في المنتصف، هنا المحاولة وهنا التقدم، ماذا يقول حكم المباراة بأن هناك خطأ؟ 20 دقيقة متبقية يا أيها الكرام، يا من تتابعوننا في كل مكان، يا من تشاهدون قنوات الكأس، وبالتالي السد أفضل، السد يهيمن، السد يتسيد، السد يسيطر، السد سينتصر، وبإمكانية كبيرة، نعم لا نجزم ونقول انتصر، لكن هناك هكذا تقول المباراة، محاولة الريان في اللقطة الماضية التي لو سجلت ستعود بذلك الأمل الكبير وحجم لا يوصف أبدا. إذن هناك إلى الجهة اليسرى لمصلحة فريق الريان، تنقل إلى داخل منطقة الخطر، المحاولة لا زالت قائمة، عادت لمصلحة السد وتقدم السد هناك إلى الطرف الأيمن، هناك باستلام طلال عتيق، تقطع وتعود إلى حمد حمود نقلة، ولكنها الله 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 على الكرة الماضية، وتصدي عبد الله محمد إبراهيم لتعود هنا في منتصف الميدان، انقل إلى الجهة اليمنى، فإنها جبهة خالية تماما لكنها قطعت في اللحظات الأخيرة، نعم كان الطرف الأيمن بالنسبة للسد خالي وخالي من الرقابة، نعم وبالتالي كان بالإمكان أن يصنعون منه شيء، هنا كرة إلى الجهة اليمنى نقلت، الراية والأوفسايد جاءت في هذه اللحظات لتكون هناك ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الريان في هذه اللحظات، في هذه اللحظات نعم لمصلحة الريان، لا أعتقد هناك رأي، يعني لو يعود بنا المخرج، على أي حال فإن القرار تم اتخاذه، ولو أدلينا بأكثر من رأي لا يغير شيء، فالحكم هو الأعرف والأقرب والأفهم منا حقيقة، فهذه مهنته. كرة من الطرف الأيمن لمصلحة فريق الريان، تدخل بداخل منطقة الخطر، استلام أحمد بالصدر يحاول يبحث لكنها تعود، هنا تقدم إلى الجهة اليمنى، تنقل واحدة الثانية الثالثة في أي مكان، الثالثة في أي مكان، يقف على كرته، تنقل إلى الطرف الأيمن، هناك استلام من الجهة اليمنى، مهدي سالم يبحث، مهدي سالم يتقدم، الله وضع كرة في مكان مناسب، لكن 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 راحت بعيدة إلى الجهة اليسرى، وبالتالي استلام من الطرف الأيسر، لا زالت كرة قائمة، تنقل وإلى حراسة المرمى بعد التدخل في اللقطة الماضية، مهدي يسقط، سلامات لمهدي، هذه لمسة الله على لمسة مهدي، ووضع في مكان مناسب جدا، بالتالي هو مرر، لكن التحرك لم يكن في المكان المناسب في اللقطة الماضية، لا زال يسقط على أرضية الميدان، مهدي سالم نتمنى له السلامة مع وصول الطاقم الطبي لمهدي،
الكرة هناك إلى الجهة اليسرى، أعتقد بأن هناك سيكون تغيير بصفوف فريق السد. سيدخل هو عبد الله نواف الصليت. تعود هنا في منتصف الميدان. كرة السد تنقل بالعمق، هناك من طلال عتيق، طلال عتيق إلى زميله محمد سالم، محمد تبعد من أمامه إلى الجهة اليسرى، هنا استلام من الطرف الأيسر لصفوف فريق السد بعد السقوط على أرضية الميدان. تأتي صافرة حكم المباراة معلنة أن هناك خطأ لمصلحة السد بعد التدخل على عبد الرحمن بكري جعفر، يدخل من هناك بهذا التغيير عبد الله نواف السليطي بدل من من؟ هنا 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 تغيير السد، نعم بدل من من؟ عبد الرحمن فيصل او هذا محمد سالم القريش، ومن سيترك ارضية الميدان. اما بصفوف فريق الريان باننا نتابع ان من سيترك ارضية الميدان، عبد الله سيدخل، عبد الله عنات الى ارضية الميدان، وابراهيم ناصر الدوسري هو من يترك ارضية الميدان. أصبح لدينا بصفوف الريان خمسة تغييرات حقيقة في هذا اللقاء. مع هذا التغيير أصبح بصفوف فريق الريان خمسة تغييرات. إذا هذه الكرة من الجهة اليسرى التي تنقل بداخل منطقة الخطر لكنها إلى الطرف الأيمن، لا زالت قائمة لمصلحة فريق السد، التدخل لكن راحت لمصلحة السد أو عادت لمصلحة السد، لا زالت قائمة بعرضية لكنها أبعدت وعادت من هناك مرة أخرى. هنا الاقتراب، هنا الاستلام، هنا التمرير إلى الجهة اليمنى، واحدة هنا الثانية هناك، برافو تقدم بداخل منطقة الخطر، لا زالت قائمة لكنها إلى ركلة ركنية، هكذا يقول حاكم المباراة في اللقطة الماضية، وبالتالي كرة ثابتة من الطرف الأيمن بعد كرات متبادلة من الجهة اليمنى، تارة هنا تارة هناك، لمسة هنا لمسة هناك، وبالتالي راحت إلى ركلة ركنية لمصلحة السد. كرة السد تنقل إلى ركنية مرة أخرى، نتحدث عن أقل من ربع ساعة يا من تشاهدوننا في كل مكان. كرة من الجهة اليمنى هنا تدخل إلى داخل منطقة الخطر، هنا برافو برافو، الله إلى ركلة مرمى الكرة الماضية، يعني مواجهة المرمى في هذا المكان خالي من الرقابة. لاحظ الأمر الممتاز والتحرك الجميل، التحرك الجميل بعدما لاحظ زميله دخل بالعمق، فتح لنفسه زاوية، أخذ إلى 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 نفسه جانب آخر، ولكن لم يسدد بالشكل المطلوب وتحرك بالشكل المطلوب. تارة هنا وتارة هناك، نعم بالنسبة لهؤلاء اللاعبون وتحركهم على مستوى أرضية الميدان. كرة تعود هنا في المنتصف لأسد للطرف الأيسر، هنا الاستلام طلال عبد الله اليزيدي، ثانية ثالثة، نعم يعني وصل إلى رقم كبير إلى جهة عملية تدوير الكرة، أمر ممتاز جدا من اليسار إلى 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 المنتصف إلى اليمين، إرهاق وإجهاد الفريق المنافس. كرة هنا استلام، تقدم، محاولة قريبة تسديد، هنا الرابع 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 للسد يا سادة يا كرام. الرباعية السداوية تتجاوز تاريخ الموسم الماضي وبرقم جديد، نعم إنه السد، نعم إنه السد، إنه الزعيم يتزعم هذه المباراة برباعية بهدف رائع بعد تدوير للكرة والدخول إلى داخل منطقة الخطر والعرضية، استلام استلام على طبق من ذهب، واجه المرمى وبلمسة واحدة قال له خذها مني خذها مني عبد الرحمن في شباك محمد أحمد، وعبد الرحمن يسجل هدف رابع للسد في هذا الموسم
أو في هذه المباراة. نعم هي الرباعية السداوية يا أيها الكرام في مرمى فريق الريان. انقلبت المباراة، فإن تقدم الريان لا يعني بأنهم سيحققون الثلاثة نقاط. وبعد الهدف قلت نحن ننتظر، نعم قلت نحن ننتظر رد السد، وبالتالي رد السد كان قاسيا حقيقة، كان قاسيا برباعية. قلبت المباراة وقسم الأهداف باثنين في الشوط الأول ونفس ما في وبنفس النتيجة في الشوط الثاني، وبالتالي هذا هو التقدم بالنسبة لفريق السد وهيمنته. والذي يرجوه ويتمنى بعد هذه المباراة سيبقى فكرة داخل أرضية الميدان، لماذا؟ لأن الاتحاد سيلعب هنا ويتمنى أن يتعثر. كرة محاولة، كرة محاولة، الله طلال ومحاولة واقترابه، وفي اللقطة الماضية صوب وأبعدت من زميله، وما بعد زميله حكم المباراة قال ورفع صوته بأن هناك ركلة جزاء، بأن هناك ضربة جزاء، بأن هناك كرة للأبيض من نقطة الجزاء، بأن هناك ركلة جزاء. نعم يا أيها الكرام، وبالتالي ركلة جزاء سداوية في هذه اللحظات. وسيدخل من هنا من هناك زياد محمد المشعري إلى أرضية الميدان. زياد سيدخل إلى أرضية الميدان في هذه اللحظات، وهناك ركلة جزاء. أعتقد بأن عبد الرحمن هو من سينفذ هذه الركلة، وهي السبيل الأسهل لتسجيل الأهداف، وهي الطريقة الأسهل لتسجيل الأهداف. بالتالي محمد أحمد قاسم يواجه من هناك عبد الرحمن. محمد أم عبد الرحمن؟ محمد أم عبد الرحمن؟ عبد الرحمن تعلو كلمته، تعلو كلمته وكلمة السد معه. نعم بأن هذا الانتصار بالخماسية القاسية في مرمى الرهيب تعطيك دليل بأن هذا الفريق يمضي نحو الصدارة، ويتمنى ويرجو أن يتعثر الإدحيل. نعم لعبها بعقله قبل قدمه وزارت الشباك من هناك بالنسبة لفريقي السد، وأصبحت الخماسية السداوية بكل أريحية في مرمى الريان يا أيها الكرام. هذه هي الخماسية بالنسبة لفريق السد في مرمى الريان. وبالتالي مع انتهاء هذه المباراة دخلنا بالأمتار الأخيرة، وحتى أقل من 10 دقائق، ألا وهي نتحدث عن 7 دقائق. وبالتالي إن السد تقدم وذهب في المباراة بعيدا جدا. اذا من الجهة اليسرى استلام للريان، صاحب الهدف الوحيد لصفوف الريان وتسديده قصيره وصلت على مستوى حراسه المرمى الى عبد الله حسن، او لا هذا عبد الله محمد بديل عبد الله حسن في هذه المباراة. نعم عبد الله محمد اليافعي دخل بدل من مهدي سالم، وهذا هو التغيير السادس بصفوف فريق السد. نعم انه السادس بصفوف فريق السد. تبقى من هناك حمد جاسم الجابر، لم يدخل الى ارضية الميدان. هنا جاءت الصافرة
وهنا الخطأ، تنقل إلى الطرف الأيسر، يسارية سداوية في المنتصف المحاولة، يعود بالكرة على مستوى خط الدفاع، طلال يتقدم يبحث، نقلة جميلة في المنتصف، هنا التفاهم والانسجاب، تغيير الرأي، تغيير اتجاه الكرة من أقصى اليسار إلى اليمين، إجهاد الفريق المنافس، وجود الحلول، إرهاق الفريق المنافس، هكذا نلاحظ فريق السد أفضل في الشوط الثاني، لعب على عدة جوانب. تأتي صفرة حاكم المباراة معلنة أن هناك خطأ، والمتبقي 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط. يا من تتابعوننا في كل مكان، إذا تماس من الجهة اليمنى لمصلحة فريق السد، لا زالوا يبحثون، كرة من الجهة اليمنى سحبها وقف عليها، وتأتي صافرة حكم المباراة أعلن بأن هناك خطأ لمصلحة فريق السد من الطرف الأيمن. هنا السقوط بعد التدخل من قبل أحمد على عبد الرحمن، ولدينا كرة ثابتة، لدينا كرة ثابتة في هذه اللحظات. السد وبهذه النتيجة الكبيرة، يا من تتابعوننا في كل مكان، يا من تشاهدون قنوات الكأس، هذه النتيجة العريضة والكبيرة التي حققها السد بعد التأخر، بالتالي ماذا تعطيك من دليل؟ لكن كرة وصلت هناك إلى ركلة مرمى، دلائل بأنهم يمضون، يرفعون صوتهم، يقولون نريد الصدارة ونحن شبان المستقبل، نمضي بقدم وساق من أجل خير التمثيل للكرة القطرية. هؤلاء بهذا الصوت يرفعون كرة تنقل، يعني هذا المدرب ولمسة التي تترك على هؤلاء اللاعبون. سليم الحبيب، وما نلاحظ حقيقة على مستوى أرضية الميدان عملية تدوير الكرة، وفي الشوط الثاني غيروا من الحال كما قيل في الشوط في الاستوديو التحليلي بأن الكرات كانت من الجانب الأيمن، لكن أصبحت مختلفة بالشوط الثاني بأكثر من جهة. عملية السيطرة وتدوير الكرة، جهاد الفريق المنافس، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، أمر ممتاز حقيقة بالنسبة لفريق السد، كذلك فريق الريان الذي يمتلك المواهب لكن يحتاج إلى العمل. وصلت كرة إلى الأمام، وصلت هنا في دائرة المنتصف، يبحث ويتقدم، نقلة بالعمق لكنها أبعدت وعادت إلى الجهة اليسرى. تأتي صافرة حكم المباراة معلنة إن هناك خطأ لمصلحة فريق السد في هذه اللحظات، بعد السقوط على أرضية الميدان وتدخل أحمد في اللقطة الماضية. نعم تدخل ليس بالشكل المطلوب، وبتهور نوعا ما من أحمد، ويتحصل على البطاقة الصفراء، يتحصل على البطاقة الصفراء. ينفذ الخطأ إلى الجهة اليسرى، تعود هنا لمصلحة فريق السد. سقوط على أرضية الميدان بعد إن لم تكن هناك أي استفادة، يعود حكم المباراة بالكرة لمصلحة فريق الريان. نعم تعود لمصلحة الريان، تنقل هناك في هذا المكان لكنها أبعدت، وتم تغطية الكرة الماضية وتداركها في أول لمسة. نعم بعد ما كانت متجهة إلى 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 مكان مناسب حقيقة. إذن إلى الطرف الأيسر لمصلحة فريق الريان، لكن هي عادت لمصلحة السد هناك من الجهة اليسرى للسد. السد يبحث، السد يحاول من الجهة اليسرى بالدقيقة 90. يا من تتابعوننا في كل مكان، وصلنا معكم إلى الختام هنا في هذه المباراة، وبأن السد يتقدم بهذه الخماسية. هذه هي الخماسية. الله 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 على المحاولة الماضية.
واللمسة بالعمق الجميل اختصر المسافات كلها ونظر بنظرة ثاقبة. برافو لهذا اللاعب الذي يمتلك هكذا لمسات سحرية حقيقة. طلال عتيق لمسات بالعمق ممتازة إلى طلال، وشاهدناه في أكثر من كرة أرسلها بالعمق وبالتالي وضع الزملاء في مكان مناسب جدا. يجب أن نشد على يده حقيقة، ألا وهو طلال عتيق. تعود إلى الجهة اليسرى مرة أخرى لمصلحة فريق الريان في منتصف الميدان. دقيقتان وقت بدل من ضاع، هكذا يقول حكم المباراة فهد الجاسم بإشارة محسن يعقوب الحكم الرابع في هذه المباراة. هناك الكرة إلى ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ركنية فريق الريان. الريان وكراتي من الطرف الأيمن، الريان ولمسات من الطرف الأيمن تنقل إلى داخل منطقة الخطر، لكنها إلى ركلة مرمى. المطالبة من هناك بركلة ركنية ثانية من الزاوية الأخرى، لكن حكم المباراة لا يقول شيء في اللقطة الماضية. بهذا البرد هم يتابعون وينظرون، وبالتالي بكل أجواء يحضرون حقيقة للمساندة ومؤازرة أبنائهم. كرة واصلة هنا في منتصف الميدان إلى الأمام مرة أخرى، كرة الريان. دخلنا بالدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضاع. يا من تشاهدوننا في كل مكان، يا من تتابعون قنوات الكأس، وإن هذه المباراة تتجه نحو السد أو اتجهت، وبالتالي يبقى الأمر الرسمي الذي هو بصافرة حكم المباراة. لكن منطقيا بأنها المباراة سداوية بهذه الخماسية وبفارق الأربعة أهداف، السد هو يرفع رصيدة من النقاط إلى 31، وبالتالي من هناك الاتحال بعد هذا اللقاء هل سيصعب المهمة على فريق السد أم لقطر كلمة ستفيد فريق السد في المباراة التي تلي هذه الأمسية والتي ستكون هنا في هذا الملعب. المحاولة وبالتالي هناك إلى ركلة ركنية في هذه اللحظات، نعم المحاولة الماضية وإلى ركلة ركنية من الجهة اليسرى. هناك كرة ثابتة من الطرف الأيسر، وبالتالي نتحدث عن دقيقتين انقضى، وبالتالي الكرة الثابتة إلى أي مكان سترسل بشكل قصير نفذت والصافرة أتت. يا أيها الكرام، يا أيها المتابعون، جاءت صافرة فهد الجاسم لتقول مبروك للسد، حظ أوفر للريان، وبالتالي الارتقاء إلى النقطة 31. ولو انتصر العربي وأم صلال في هذه الجولة سيعود الريان بنقاطه الست إلى المركز الأخير. يا من تشاهدوننا في كل مكان، وصلت معكم إلى الختام، كنت معكم مصطفى ناظم العلوان، على أمل أن نلتقي في مواعيد أخرى. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. زميل إبراهيم الكواري تفضل، لديك الكلمة الآن. شكرا للزميل مصطفى ناظم. مشاهدينا الاعزاء، انتهت المباراه بثلاث نقاط لصالح نادي السد بعدما احرز خمس اهداف في هذه المواجهه مقابل هدف وحيد نادي الريان. ذكركم بهدف اللقاء، الهدف الاول افتتح نادي الريان بعد خطا من حارس المرمى وتالق ومتابعه من اللاعب احمد الراوي. نقول له هارد لك على هذه المباراه وهذه الخساره الثقيله ربما معنويا على هذا اللاعب المميز بكل امانه في صفوف نادي الريان في فئه الناشئين. هدف السد والتعادل الدقيقة 19 من لاعب طلال شعيبي، ويعزز السد بالهدف الثاني في الشوط الاول من عبد الرحمن الدوسري، ينتهي الشوط بتقدم نادي السد هدفين الا شيء. اثقل السد على الريان في الدقيقة 61 بالهدف الثالث،
ومن اللاعب عبد الرحمن القصيب وعبد الرحمن الدورسيري احرز هدفين في الدقيقة 79 و72 هارد لك اللي هارد 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 استغفر الله العظيم هارد لك عبد هارد لك هاتريك هاتريك لا لا البرد ثقل على لسانه ما شاء الله يعني احنا الظهر كان الجو معتدل كان الجو مناسب ولكن عبد الرحمن دوسري سبحان الله الجو اصبح يعني بارد نوعا ما هاتريك لصالح عبد الرحمن دوسري في هذه المواجهه نقول الف مبروك نادي السد بكل امانه وهارد لك لنادي الريان هدف وحيد في هذه المباراه كابتن مبروك نادي السد مبروك يعني امكانياتهم ما شاء الله يعني ممتازه بصراحه انا عجبني يعني حتى ارتفع اللقاء بالشوط الثاني وصلوا 6 مرات يعني افضل من الشوط الاول حتى نسبه الاستحواذ ارتفعت حتى 62 صارت 62 لكنه أصلاً. اليوم انا بصراحه يمكن الكابتن يعيدني بها طلال عتيق الشعيبي كان مميز في النواحي الدفاعيه في النواحي الهجوميه صنع اهداف سجل اهداف يعني كل شيء اللي سواه اليوم كل شيء في المباراه عمل فامكانياته ممتازه بصراحه لاعب موهوب يلعب في الوسط وينتقل الى الجوانب ويلعب في العمق وايضا يصنع الاهداف وايضا عنده الامكانيه يكون قريب من مرمى المنافس. السد كان متفوق ما قلل من قيمه السد ولكن نعم السد فريق قوي وكذا ولكن اداء الريان لو نلاحظ اداء ضعيف من الناحيه الهجوميه حتى من الناحيه الدفاعيه حتى عندهم على بالنسبه على التارجت فقط كرة واحدة اللي هي الجول فقط يعني ما عندهم أي هجمة مواجهة للمرمى أو خطورة على مرمى السد وتراجع صراحة أعتقد كان يحتاج المدرب أنه يتدخل يعمل عملية كثافة العددية في نص الملعب ويحفز اللاعبين أكثر أن الفريق ما يظهر بالصورة هذه ولكن أعتقد أن الظروف اليوم مش لصالح الريان كلها انصبت لصالح السد من جميع النواحي من الاستحواذ من الارقام من التسجيل الموسم كلها من صالح الريان نعم في ظل الخسائر الكبيره في الريان اعتقد انا الوحيد الصراحه حزنا على اللاعب احمد الراوي هذا اللاعب هذا لاعب ممتاز جيد اعتقد وجوده في فريق مثل الريان المتواجد حاليا اعتقد هو ظلم له انه يلعب مع الفريق تحت 18 بيكون اداء افضل لان انا شفت اللاعب مع تصعيد اللاعب كابتن مع في السن هذا امكانيات اللاعب لاعب قوي هو لاعب قوي مش ضعيف بدنيا حتى بدنيا اللي اشوف تكوينه الجسماني ما شاء الله عليه امكانياته عقليته بس يلعب مع فريق 18 سنه لعب مباراه وكان له دور كبير في مباراه ولعب تقريبا شوط ونص تقريبا مع المباراه السابقه مع فريقه يدخل جو مباراه يدخل اعتقد انه قادر ان الولد انا اعتقد ان الافضل ان هذا اللاعب يشارك تحت 18 سنه افضل للاعب وافضل لعمليه التكوين ممكن كابتن احنا قلنا ممكن خساره بهذه النتيجه معنويا تضعف اللاعب صحيح. يعني احمد ترى لاعب مميز بكل امانه وتنعكس على حتى على ادائه هو كلاعب والله ابراهيم يعني نفس كلام كابتن يوسف كلامه صحيح انه يعني احمد اليوم ما استفاد من المباراه يعني احنا خلينا نخلي الخمس اهداف لكنه هو ما وصلت الكره حتى يقدر يخترق حتى يلعب دبل باس حتى يقدر يعني احد يفهمه هو للامام وما تصل الكره فالافضل انه مثل يلعب مثل ما قال كابتن يوسف انه يلعب مثل الشباب او خلف المهاجمين او مهاجم يقدر راح توصل الكرات راح يدخل جو المباراه اليوم ما دخل جو المباراه يعني غريب عن الفريق كله بصراحه تايه وهو هم تاه في جو المباراه نقول هارد لك لنادي الريان ومبروك لنادي السد هذا الانتصار مشاهدينا الاعزاء بخمس اهداف مقابل هدف وحيد دوري الناشئين تحت 16 سنه لحساب الجوله 13 احنا اكيد مستمرين معاكم باذن الله تعالى في هذه الجوله ومباراتنا القادمه ولكن عندنا فاصل فابقوا معنا باذن الله تعالى. نذكركم بمباراتنا القادمه الاهلي ونادي الحيل ان شاء الله 6:45 صافره البدايه. لهذه المباراة على نفس الملعب على استاد الوكر ربما الأجواء أصبحت باردة أكثر ولكن إن شاء الله يعني المباراة بين دحيل ونادي الأهلي يعني يشعلون هذه الأجواء الباردة الأهلي كابتن يعني لو تذكرنا في آخر جولة قبل يعني ندخل في تفاصيل بس بشكل عام يعني في الجولة 12 ما قدمه الأهلي في هذه المباراة تتذكر معي كابتن كان متقدم ورجع خسر تحدثنا احنا عن الاهلي قبل بدايه الاستوديو الاهلي في المباراه اللي سابقه مع الغرافه تقدم وتقدم
والغرافي سجل وبعدين ضيع ضرب الجزاء الاهلي فضاع ثلاث نقاط يعني فهذه فرصته اليوم ولكن فرصه صعبه امام متصدر هذه البطوله نادي دحيل اللي كذا راح نتكلم عنها بشكل مفصل اكثر باذن الله تعالى بعد الفاصل ابقوا معنا.